السلام عليكم، ايه الاخبار؟ حلقه جديده من ريفيولوجي بودكاست، بس النهارده مختلفه بقى. النهارده احنا جبنا لكم الشباب دول اللي كانوا اونلاين المره اللي فاتت. اخر مره كان اخر مره صح؟ آخر مرة ما عملتش تقريبا، ما اشتغلتش من ساعتها. جبناها لكم بقى، دي اول مره نعمل حاجه اوفلاين، والنهارده هنعمل حاجه مختلفه خالص. هنريفيو بيكسل 7 برو. الراجل ده عبد الرؤوف هو صاحب البيكسل 7 برو، وهو صاحب الملاحظات والريفيو النهارده. والنهارده يا جدعان عاوزين في النهارده تحنيك تقني عن البيكسل 7 برو، بس احنا النهارده هنكسر رقم فلوسي كارتر. هيبقى ريفيو بيكسل 7 برو ده ساعتين. يعني مين ده؟ بودكاست بقى، بودكاست احنا قاعدين بن ايه بنتحاور بقى. الراجل بيفضل يتكلم لوحده ساعه ونص، احنا هنتكلم هنا ساعه ونص برضه، ساعه هنحاول نقفلها ساعه ونص يعني عشان تلحقوا تروحوا. يا رب تيجي. بس مبدئيا كده، رايكم ايه في استوديوهات العم جدو للانتاج الاعلامي؟ استوديو اعلامي رائع جدا، اعطيه 2 من 10. قاعدين على ترابيزه بتوحيد النور. في حاجات ما تخيلتهاش يعني في كرسي بيزايا، كرسي برضه عشوائيات الاستوديو حرفيا. وانا الحين قاعد على كرسي مريح عشان انا صاحب القعده عنصره بقى. المهم ورينا قبل البيكسل، فعلينا كده ورينا الكاميرا السبايدر. ده البيكسل 7 برو. عاوزك دلوقتي تقول لنا مثلا جمله بتوصف تجربتك للموبايل قبل ما نبدا كده، او يعني ستيتمنت كده. هو الحقيقه انا هو احساسي اتجاه التليفون ده غريب شويه. انا ما اقدرش، انا مش عارف اعبر عنه بحاجه واضحه قوي، ان هو كان تجربه غريبه بالنسبه لي، وكانت كمان مختلفه وجديده انا من كل حاجه. وفي حاجات يعني عجبتني جدا فيه، في حاجات قفلتني شويه منه، فمش قادر اوصفه بحاجه دقيقه يعني. بس فهو دي كده يعتبر ايه، يعني زي ما بنقول كده تجربه مختلطه او مضطربه يعني. مضطربه مش واضحه قوي. انت قبل ما تشتريه كنت متوقع ان هو يبقى جامد جدا حقيقه، بالذات في الكاميرا. والكاميرا خذلتك حاجه بسيطه في بعض النقط. خذلتك ولا مش على قد التوقعات اللي انت اديتها له؟ لا، هو الاثنين يعني. كان في بعض الحاجات هي فعلا خذلتني فيها، وفي بعض حاجات كنت انا حاطط توقعات اعلى منها. زي مثلا، فاولا يعني الكاميرا الخلفيه السيئة، هي كاميرا ممتازه الحقيقه، بتعطي تفاصيل ممتازه الصبح بالليل. الاتش ار كويس جدا، ما تحرقش الكاميرا. كاميرا الشر ده خلاها في الاخر. دي 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 الكاميرا دي حاجه مهمه قوي في البيت. انا عشان نخلي الناس تقعد ونعمل واتش تايم قاعده. ما هو انا لقيتك بدات في الكاميرا فقلت اكمل انا فيها. لا لا لا. لا 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 لازم. بص احنا بس بندي الناس كده عشان ايه، هنت. ايوه ايوه خش الكاميرا ماشي. ايوه خلاص. طيب خلينا نبدا ايه، خلينا نبدا تيبيكال ريفيوز يعني. ماشي، اولا اللي بعمل كده يعني ان احنا بنتكلم الاول على تصميم الموبايل. مفيش حاجه مقصدنه مميزه في يعني مفيش حاجه تتكلم عليها في تصميم الموبايل. يعني هو التصميم يعتبر هو بسيط، مفيهوش اختراعات كتيره. هو الظهر كله ظهر يعتبر لامع. والفريم كان برضو مش مط، برضو لامع. يعني طبعا ده هو عرض شويه للخدوش، بيتخدش بسهوله شويه. نفس الكلام برضو لو اتخبط او كده برضو هيعلم فيه. وعموان ضعيف شويه في الحته دي، ولكن عموان تصميم شيك وسيمبل، حلو جدا، احسن من يعني يمكن من احسن تليفونات بالحجم الكبير. بس الفرق بتاع الجلوسي والمط ده ما اثرش معاك؟ امسك لا، هو طبعا في فرق. انا هو هنا احساس برضو مختلف شويه، لكن هل في واحد احسن من التاني؟ انا الحقيقه ما اقدرش اقول احسن من التاني يعني. يعني كل واحد بيديك يعني. بالمناسبه هي ترند، انا اشوفها كده يعني. كان في ترند كله جلوسي، بعد كده فجاه ترند كله مط. بس هي بيكسل حبه كله جلوسي دي بدات اول ما بداوا يستخدموا الازاز اظن. عشان يستعرضوا الازاز. بس يعني بس اظن يعني جوجل عامله حاله تميز. انا لوحدي دلوقتي. لا والله العادي مط اظن. لا العادي لا العادي بس هو العادي الحديد هو المط. بار الكاميرا بس هو المط، انما كله الباقي. هنا بص هنا ده
مش مط. ما هو الفريم هو ميكس حلو، المط في الظهر مط ومع الفريم، والعكس في في النسخة العادية الفريم مط والظهر جلوسي. النسخة العادية كمان ده ألومنيوم، ده هنا ستانلس ستيل. ما احنا هنقلب على الايفون. يعني طيب. هو الحقيقة يعني هو اصلا في موضوع الفريم ده كل التليفونات ألومنيوم ما عدا بس الايفون. ده على ما اتذكر يعني. أيوة. مفيش حاجة أيوة. تانية. عندك اي تعليق في موضوع التصميم ده؟ حاجة ما عجبتكش؟ يعني طبعا الايدج معروف ان هو حاجة اللي هي ميزة حلوة جدا وعيب، وعيب برضو سيء جدا. يعني هي ميزة حلوة ان هي ان هو تصميمه شيك حلو. بيبقوا الايدج. شفت بوست احمد كمال لو كان على ايه؟ كان احمد كمال كان كاتب انه يا جماعه اسمها ايدج ما اسمهاش كيرفي. شفت بوست كنت سبعته لكم. يعني كمل. الايدج لطيف ان هو بيدي شكل الموبايل حلو وانت ماسكه، الشاشه بتبقى شكلها لطيف بس بعد كده بتتعب في السكرينات. بالظبط. انا وطبعا دي عيب اكبر من الميزه اللي فيه. انت هتقعد بقى تدور بقى سكينه وبتاع، وفي الاغلب انا وفي الاغلب مش هتلاقي ازاز لان هي بتبقى نادره جدا وغاليه. هتلاقي بس سكينه بقى جيلاتين او الحاجات دي اللي هي بتبقى طريه عشان تعرف تركب على الـ على الـ على الـ على الجهاز كويس. ودي اللي انا عملتها عموما، انا عملت سكينه جيلاتين عشان الناس ما كنتش عايز سكينه ازاز الجهاز ده خالص يعني. فاعتبر ده يمكن الحاجه الوحيده اللي ضايقتني في الشاشه ان هو ايدج. يعني هي ما اقدرش اقول انها عيب، بس هي حاجه ليها ميزه وعيب. وبار الكاميرا هو ضعيف شويه، يعني انت لو اتخبط او حاجه بيعلم فيه بسهوله. بيتنقر يعني. نفس الكلام برضو بيتخدش، نفس الكلام برضو بسهوله. ممكن من اي حاجه، فده محتاج انك تكون حاطه في جراب او تكون بتحافظ على التليفون عموما يعني. ماشي. بس وبالمقارنه مثلا يعني على الاقل حتى لو من الصور ال6 برو وال6 كان فيهم قصه مثلا ان الجزء اللي فوق كانه ليه اكسنت كده لون مميز والنص اللي تحت لون تاني مثلا، ما حسيتش ان دي كانت هتبقى احلى مثلا؟ ان الجزء اللي فوق خالص ان الجزء اللي فوق خالص ده يعني مثلا بيبقى واخد لون تاني او اغمق شويه، وفي النسخه العاديه كان بيبقى واخد لون خاص بيه اصلا برتقاني، والتاني مثلا دي يعني بس هو الابيض كان برضه واخد كانت برتقاني وايت دي صح؟ لا في النسخة البرو اظن كان واخد اوف وايت، اوف وايت برونزي حاجة كده يعني في النص. ايوه. يمكن ما كانش عاجبني قوي الموضوع ده، ما كنتش حاسه قوي. انا كان عاجبني مسمات صورة كارت ودي مسمات غريبة. طيب ننتقل من التصميم اللي هو كده كده حاجة مش مهمة قوي عندنا لان احنا ناس جيكس، ونروح على طول للشاشة. دي كان عندك حاجات نخش في الجد بقى. يلا بينا، قول لنا الحلو الوحش مقارنة برضه بالتليفونات التانية. اكيد مش تبقى لوحدها. انا طبعا يعني مش شايف المقارنة الاول، انت ايه اللي عجبك؟ هي الشاشة عموما سلسة جدا، 120 هرتز حلو جدا، 2K 1000 2K كواليتي اتش دي. يمكن انا دلوقتي مش بشغلها، عاملها 1080. ولكن برضه حلو ان انت تقدر تشغل 2K مع 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 120 هرتز. تظن سامسونج برضه بقى كده دلوقتي؟ مؤخرا. ما هو انا كده كده مش 2K بس هي بقت كده في بدايه من الاس 21 الترا بقت كده. بس هي مالهاش لازم حاسس فرق اصلا؟ والله فرق بسيط قوي ليا لاحظ. يعني انا جربت مره يوم كامل كواد اتش دي، بعدها يوم كامل 1080، يعني مفيش فرق يذكر. واشترك البطاريه بقى ازيد حاجه بسيطه، مش كتير برضو يعني، ممكن مثلا يبقى ازيد من نص ساعه لساعه. بس برضو في النهايه انت مش ملاحظ الفرق ده، فرق جوهري بينهم عشان تضحي البطاريه. لا انا خليها 1080 واخد بطاريه احسن عشان انها فرق مش كبير يعني. لكن بتلاحظ فرق اكبر بقى بين ال 120 و 60. طبعا فرق كبير يعني. وكان بالذات مع البكسل والواجهه الموضوع فرق كتير. طبعا بقى موضوع بقى الواجهه دي هنجي لها كمان شويه بقى. طلع شوي. طيب انت قلت الحاجه اللي مش عاجبك في الشاشه. انا في الشاشه عموما هي مش مدياك يعني، مقارنه مثلا بسامسونج وابل هي اقل منه شويه، خصوصا سامسونج هي اقل منها يعني في الالوان وكده. ما تتفرج بالظبط يعني كتشبع يعني ولا كواقعيه؟ لا كتشبع.
وسامسونج مش مشبعه قوي حاليا يعني فلاج شيب هي بتاع كده. ولكن مثلا لما اقارن الاس 22 الترا مثلا بالبكسل يعني هو هنا مثلا ممكن اي بان شويه اريف كمان. طيب وادينا يا باشا يعني هي تبان هي انت مقارنه مثلا عندك شايف ده هو اللون هنا مشبع اكتر شويه من عندي شويه. بس انا لما جربت البكسل 6 برو تحسه مشبع اكتر من مثلا الاس 21 معايا. بس انت يعني 22 كان احسن من الاس 21 برضه يعني. انت جربت الالترا يعني؟ الالترا بتبقى مختلفه انا الالترا مختلف شاشته عموما نوعها مختلف. فانت لما تقارن مثلا ايفون 14 برو ماكس و 22 الترا وبكسل 7 برو هتلاقي ان البكسل فعلا اقل في الشاشه حاجه بسيطه يعني. يعني الايفون برضه كان مستوى اعلى, السامسونج مستوى اعلى, التانيين بيوصلوا السامسونج بيوصل ل 1057 صح. بس ده البيك اللي هو الاتش دي ار لا كمان تحت برضه شويه تحت شمس برضه بيوصل تحت شمس. لا تحت شمس بيوصل 1000 الايفون بيوصل 1200 تقريبا صح او 1000 شويه على الاوتو ماكس. تعال نبص على البرو. لا البرو هو نبص على ريفيو جيسم ارينا. هو في البكسل انا كنت جربت كنت جربت فتره اتكلم على ما وصل الريفيو يعني ده هنكمل اتكلم عادي هنكمل تسجيل. كنت جربت فتره ان انا كنت طافي الاوتو برايتنس مكان يعني كتحت شمس كان السطوع اخره كان 1000. بص هو هنا على جيسم مارينا وكانت برضو جيسم مارينا ايسنها 7 برو 1090 ماكس اوتو والاس 22 الترا بالاكسترا برايتنس لا اسف بالماكس اوتو 1266 تمام. الايفون برو ماكس بالماكس اوتو 1760. برو ماكس دي شاشه واحده غير البرو كسطوع. استنى نشوف البرو. لا اظن ده بعض بس هم مش قايسين البرو هم مش حاطين البرو ماكس البرو العادي انت جاي ممكن عشان ده بيقيسوا البرو بالبرو ما اعرفش. والشاومي 12 برو 1050 عشان 12 برو شبه ده في السطوع. بس انت تقول عادي اظن كان 890 او 800 حاجه هم مش حاطين العاديين هم حاطين هنا البرو بس في المقارنه. المهم فهو اقل شويه في السطوع من بين ما بين الاثنين حتى يعني تحت الشمس لو انت مش مشغل الاوتو برايتنس تلاقي ان الاضاءه واطيه شويه صعبه شويه انك تشوفها. اعتقد هي بتبقى وقتها بتلعب من 600 700 نتس مش اكتر من كده. هي بقولك الموضوع ان انت لو مش فاتح الاوتو كل المباراه بتبقى اقل يعني. الايفون هنا مثلا لو انت مش فاتح الاوتو بيبقى 800 اكنه ده الماكس بتاع اللي هو الشريط ده اخره 800. في السامسونج في الاكسترا برايتنس بالاكسترا برايتنس اخره 800 برضو 830 العادي اصلا يعني من غير اكسترا برايتنس دي 500 تقريبا. فهي كل المباريات الاوتو هو اللي بيجيب ما عدا شاومي عامل حاجه اسمها سان لايت. انا الحاجه دي اختراع جامد جدا لو انت هو بيعمل حاجتين هو بيخلي الالوان مختلفه خالص بالظبط وبيزود الكونتراست على الالوان. الاوتو في سامسونج برضه بيفرق في الالوان تحت الشمس. هو ده بيفرق في الكونتراست. هو ثاني مش بيعالج الكونتراست هو كده بيخليها الفاتحه. ده ايه كده بيفرق برضه في البرايتنس بيفرق. هو انا في الايفون بسبب الترو تون تلاقي بقى اللون اختلف شويه. لا بس انا اكتشفت ان هنا بيعمل زي بتاع شاومي بالظبط. انا فاكر يعني شاومي كانت بتلاقي الالوان قلبت حاجه غريبه كده شكلها غريب شويه بس عشان تخليك شايف انت فعلا شايف الحاجه. بس الشكل غريب برضه في السامسونج شويه هي تبقى الشمس المباشره في الالوان بتبدا بقى تقعد تتغير كذا مره. هم كلهم بيغيروا الالوان شويه عشان تشوف يعني خلوها افتح يعني خليها مش الوان طبيعيه. يعني بس هي بيعمل هنا برضه الايفون برضه بيعمل نفس الحركه. النهارده اصلا اول مره اطفي في الشمس. فالشاشه يعني كنا فهي المفروض ان هي متغيره من 10 هرتز ل 120 هرتز ولكن لما انا قستها لقيت ان هي في يعني في اكتر حاله ثابته زي مثلا انت مثلا مثبت صوره او مشغل الاولويز اون سبلاي تلاقي برضه 60 مش بتقل عن كده. دي حاجه لاحظتها يعني. في برضه برنامج زي جوجل مابس تلاقي الشاشة لو انت عاملها 120 بتنزل ل 60 ثابتة مش بتزيد عن كده تقريبا. ده على كل انا عارف كل الموبايل او اغلب كل الاندرويد كل الاندرويد. هو انت اصلا استخدم جوجل مابس عاوز ثلاثة ثلاثة في بتاع ماشي
يعني هو طبعا انا اقدرش نوفر بطارية واضحة، بس خد بالك اصلا الموضوع انت الجي بي اس اصلا مع الداتا في الشارع ده بيطير بيهلك بطارية. البطارية جامد. اكتر حاجة بتسحب بطارية تقريبا مش وبيسخن. ويا سلام ده كمان لو 5G، يعني 5G مع جي بي لا اس في مصر خلاص بقى. بقى. فهي شاشة بس يعني هو كان موضوع بس التردد ده قلت لك كان غريب شوية. حتى برضه كمان لما ثبت الريفريش ريت من جوه الديفلوبر اوبشنز على 120 ما كانش برضه بيثبت في جوجل مابس، فهو برضه هي فورسد ان هي تبقى ستينلس حتى مهما انت عملت ايه. اعتقد في طرق بروت انت ممكن تعملها تثبتها 120 مهما حصل، بس انا ما جربتش يعني الحقيقه. بس ودي كانت تجربه الشاشه يعني. نخش دلوقتي في الصوت، التجربه الصوتيه. سؤال قبل ما نبدا، مفيش دولبي صح؟ مفيش دولبي. عشان بس شفتها في بص يعني المعلم جه ايه امزاني في سؤال في الاول عشان يسوي صوره التليفون. ماشي يا عم، بس الصوت حلو. هو الايفون ما فيش دولبي؟ لا دي بقى نتكلم فيها شويه. اتفضل. التجربه الصوتيه عن طريق سماعات الاستريو سبيكر، في سماعه تحت ايوه اعتقد كده هتبان، وسماعات المكالمات بتشتغل معاها. فيجر شاومي تقريبا هي اللي بتعمل فتحات هواية من فوق كده لل ايام الميتن اظن كانت سماعه لوحدها اللي فوق، بعد كده حبوا يقلدوه في التصميم فقلم ان فتحات بس مش اكتر. بس على فكره بالمناسبه لو انت جربت ال 11 تي ال 11 تي عشان بس اللغه ماشي، صوته كان عالي جدا وعالي بشكل لدرجه ان هو بيعمل وش. خدت بالي يعني ما اعرفش كان حاطط فيه ايه. هو الجهاز اصلا كله كان بيتهز، ماسك الجهاز كده فايبريشن في ايدك كده. ده بقى تجربتك ايه في الصوت؟ هو الجهاز عالي الحقيقة، ما حدش يعني. صوت عالي ولكن من بعد حوالي 80% الصوت بيبدأ يعني يتداخل بشكل بسيط مش عالي قوي. تقسيم بقى الصوت يعني يمكن الصوت هنا تقسيمته ضعيفة شوية مقارنة بسامسونج وابل، لان انت هتلاقي مثلا ان الصوت التريبل او الاصوات الحادة طاغية سنة، والميد كويسة، والبيز برضو ممكن نقول هو متوسط، لكن التريبل بتبقى طاغي عليهم شويه. ففي النهايه تلاقي التجربه الصوتيه مايله انها تكون حاده شويه. طبعا اللي فاهم ايه التريبل ولا ايه اللي انت بتقوله ده، بس يعني بس ماشي اعتقد بس احنا ممكن نقول ايه ان البيز اللي هي الدبه يعني بتبقى ممكن نقول ان هي متوسطه. الميد او اللي هي الصوت البشريه برضو متوسطة، التريبل ضعيفة شوية انها حادة يعني. عندك كانت في ريفيو جيسون مارينا تقريبا ده بيقيس ايه، ده بيقيس بيدوها للصوت العالي بس صح؟ هم مدين البكسل والايفون 14 برو ماكس، بكسل 7 برو والايفون 13 برو ماكس فيري جود، والريتنج بتاعهم قريب قوي من بعضه. الايفون احسن حاجة بسيطة، والاس 22 الترا اقل منهم بشكل واضح، مدينه جود بس. حتى الون بلس 10 برو اعلى من الاس 22 الترا. نكمل بقى، ايه اللي كنت عاوز تبينه لنا في الصوت؟ في الصوت زي ما قلت مفيش حاجه اتغيرت بعد ما قارنا بين سامسونج وابل وبيكسل. البيكسل فعلا هو احد شويه منهم في الصوت، ولكن هو عالي، هو عالي ودي حاجه تحسب له يعني، ولكن هو حد شويه وده بيجي على حساب البيز سن حاجه بسيطه او اللي هي الدبه وانه صوت بعد 80% بس دي في كل المباريات بيبدا ان هو يتداخل يعني. ممكن يعني مش بتبقى بفرق جامد قوي ولكن بتحصل يعني. بس فتقييما اعطيها جيد جدا تقريبا. في ناس كانت جربت سماعه سلكيه. جربت حلوه ولا مش حلوه؟ سماعه سلك انا طبعا هي عن طريق هيبقى عن طريق تايب سي، هيبقى عن طريق تايب سي، لان طبعا ما عنديش مدخل سماعات شبه كل الفلاج شيبس. ولكن طبعا لما تقارن البيكسل بجهاز شبه المي 9 ناقصا طبعا شاومي معروفه شاومي معروف في الصوتيات، خصوصا موضوع المداخل السماعات والداكس والحاجات دي. وفي في السيتنجز اصلا جزء كامل ان انت بتظبطه على كل سماعه، بس طبعا السماعه مش شاومي يعني في الصوت بسماعات سلك ان هو كويس، بس في مباراة احسن منه برضو.
بالمناسبة دولبي وكده ممكن تكون هي دي المؤثرة في موضوع اللي انت حاسه مش حد شوية مش عارف ايه، ان مثلا سامسونج اوطى بس تحسه كده افضل شوية، ممكن دولبي والحاجات دي. هو دولبي بحسها بتعلي وبتخن الصوت شوية. هي بتدي صوت عمق شوية، عمق ده. يعني من غيره بحس انهار، مش عارف الدقة كده. او كده كده في ايفون برضه مفهوش دولبي ولا حاجة، بس يعني بس قبل ظبط يعني ظبط عندها بيتس بقى. البريسيت. يعني هو بيبقى معمول بيتس هنا مظبطها لا ولا مش كاتب حاجة، مفيش حاجة في السيتنجز، مفيهاش اي ذكر لاي بني ادمين، معرفش هو في مين اللي سيتنجز عامل. الصوتات اصلا فيها حاجة؟ لا هي كلها غير النغمة من اخرك ده اخرك يعني. افتح الفايبريشن ايه بالفايبريشن بس كده. طب ما سيتنجز الصوت صحيح عندك في البيكسل؟ الصوت السيتنجز نفسها بتاعته في خيارات كتيرة ولا خلاص في ايه بالظبط؟ يعني مثلا الايكولايزر والحاجة هو بدل انا دولبي مثلا هو تكون تقريبا بتظبطها اصلا ما معاك؟ عنديش كرايزر في التليفون، ما عنديش كرايزر ان انا اعدل في الصوت ولا مع السماعات السلك ولا ال ولا اي حاجه، هو بس انت اخرك برضه تغير النغمه. نفس بساطة بس ايفون بي لايك ومفيش مثلا ولا سيبرت ابس ولا ان انت مثلا تشغل واحد على واحد على حاجه، مفيش اي لعبه في انت شايفها في في السوفت وير؟ الصوت. لا من الاعدادات مفيش، هو الصوت احنا زي ما احنا هو، اي تحس ان الشركه بتقول لك الصوت زي قبل ما خد الصوت زي ما هو كده ما تلعبش فيه. طب الشاشه كان فيها حاجه؟ احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده. الشاشه برضو انت اخرك بس تغير بين حاجتين بس في الالوان، اللي هي ناتشرال ان كل الوان عاديه، او انك ادابتيف اللي هي دي حاجة بتتغير. عادية، دي اظن كان في دي في كل بوستد التليفونات. تقريبا. بوستد ايه؟ بوستد بدل ساتوريتد قبل كده يعني ولا انت قصدك اظن. مش عارف انت كنا نقول ايه؟ نسيت كمل. هي باي ديفولت بوستد دي اظن موجودة في الاندرويد نفسه، لان لما حوارات سيت ايديت دي كان في رقم بيتغير كانه بيظبطه على بوستد، فكانت الشاشة بتتشبع حتى لو السيتنجز مثلا بتاعت الواجهة نفسها، لو ميو اي او كولر او اس حاجة تانية، لو هي ساتوريتد مثلا وانا شغلت كمان الرقم ده من سيت ايديت كان بيقلب مشبع اكتر، فهو تقريبا كان بيحوله على بوستد اللي موجودة في الاساس بتاع الاندرويد، فهي المفروض ان هي موجودة في كله حتى لو مخفية يعني، فان هي مش موجودة في الخام او في البيكسل دي غريبة شوية. بندور عليها في الكودنج دي، ممكن بنفتح كاس ايه بندور عليها وهنوصل لها برضه. ان شاء الله. طيب حاجة تانية في الصوت عاوز تقولها؟ في الصوت تجربة صوتية جيدة جدا، قد ايه بتعمل عشرة؟ يعني يمكن تجربة سماعات البلوتوث كانت حلوة، دي حاجة غريبة الصراحة. يعني صوت سماعات البلوتوث كان أحسن من شاومي، دي كانت متوقعة بالنسبة لي شوية، لأن شاومي أنت لو أنت مشغلتش الكولايزر بتاعهم الصوت بيبقى تحسه مكتوم كده شويه، اعتقد برضه حاسس الموضوع ده. هو انا مش بدقق قوي في الصوتات الصراحه، والاير دوتس برضه ما يتحكمش قوي بالصوت بتاعه، بس مش نجيب لكم عارف. باسم بقى ايه. بس عموما كتجربه السماعات البلوتوث على البيكسل بتاعك احسن من شاومي يعني. خلينا ندي نستخدم مصطلحات بتوع الفود ريفيوز، اوفر ريتد ولا اندر ريتد ولا فيرلي ريتد؟ لا ايوه كراستي عارف وكريسبي. لا لا بجد، اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ يعني لو هتديها تقييم تقييم عجبتك ما عجبتكش ولا قشطة صوت عادي؟ ايش اعلى تعدي من ما توقعاتك يعني، اعلى من توقعاتك ولا عادية؟ لا عادية عادية، ما فيش حاجة مميزة ولا حاجة كانت فوق توقعاتي. شاشة عادية ولا فوق التوقعات ولا تحت التوقعات؟ ممكن نقول انها عادية او تحت توقعات، حاجة بسيطة، ان هي فعلا هي اقل من كله نفسين بفرق بسيط. بس يعني ما كنتش متوقع مثلا انها تبقى اقل كده كده من سامسونج على الاقل يعني. هو انا كنت متوقع وعارف ان اقل من سامسونج واقل من ابل، فلما انا جبته ما كنتش حاسس بمشكلة قوي ان الشاشة اقل في بعض الحاجات زي الالوان، فقشطة يعني كنت متعايش معاه قشطة خد بالك برضو المفروض رسميا ان ده سعره اقل 100 دولار من ال، لو انت بالظبط. اقل 100 دولار من ايفون 14 برو العادي، واقل 200 من الاس 22 الترا والبرو ماكس صح؟ مظبوط. اه ويابل عموما اصلا لو انت تاخد بالك اصلا كمان يعني في سامسونج اكتر، يعني هو سامسونج ال 22 الترا ب 1200 دولار. 2200 هي بقى 300 دولار، فرق 300 دولار، فرق فرق 300 دولار. ف طيب انا عاوز حاجة؟ كنت بقولها نسيت. خلاص مش مشكلة، هنتقل من الصوت
استنى. طب في ال developer options مش كان بيبقى في حاجة للسماعات البلوتوث، حاجة درايفر كده تقريبا تبع كوالكو؟ اه ده مفيش كوالكو خلاص. تقريبا كانت موجودة برضو. موجودة هنا؟ أصلا مفيش كوالكو، أنا كنت ناسي. استنى كده نبص عليها دي مع بعض. كان عندي سؤال صحيح وانت بتدور كده، زرار البصمه اللي ورا ده بيشتغل من غير اولويز اون ديسبلاي؟ لا برضه مش نفس حاجه ما اصلحهاش. انت عارف لو شلنا الاولويز اون ديسبلاي وهي سودا خالص لو دوست هيشتغل، بس ده ما بيعرضش بريفيو ليها. لازم ابقى حافظ المكان هنا، لو انت حافظه مش هيشتغل. اه ده جوجل بتعمل نفسها قبل يعني. في حته البلوتوث كانت ماشي. يلا بينا ننتقل من الصوت. عادة انا بخش في الكاميرات، بس احنا برضه هنأجل الكاميرات ونخش في حاجة مهمة جدا برضه، مهم لأي حد، وهي البطارية. ولا نخش في الأداء؟ خش في البطارية الأول. البطارية بعدها الأداء. هاي خش في البطارية الأول. أداء البطارية كان عامل ازاي واستخدامك كان ايه؟ تمام. هو الاول استخدامي، انا الاول استعملت التليفون 5 ايام قبل ما انقل كل حاجه من عليه. كانت البطاريه ممتازه الحقيقه. كنت كمان برضه ما قلتش لسه الشريحه من التليفون الثاني للتليفون ده. فكانت عامله البطاريه كانت قويه جدا، ده طبيعي. بعد بقى ما نقلت كل حاجه من التليفون الثاني للتليفون ده، كل حاجه بمعنى حرفي، طبعا هو ده البطاريه انخفض شويه عشان طبعا كتر البرامج والحاجات اللي عليه، ولكن كانت بتقضي يومي يعتبر. يعني سكرين اون كام؟ ولا ده عندكش سكرين اون صح؟ ما عنديش سكرين اون، بس كانت بتجيب حوالي لو انا مثلا بخرج من البيت طبعا صوته عالي 4G، اروح واي فاي. لو انت سؤال على الديجيتال ويل بينج اللي بتشوفك انت استخدمته كام مره، كام ساعه في اليوم شفتها؟ يعني كنت مثلا بديها مثلا سكرين اون حوالي ممكن 6 ساعات مثلا. تطور اقل من الايفون؟ اقل من الايفون، اعلى شويه من السامسونج شويه. ده متوسط الفلكشات 6 ساعات دي تقريبا بسمعها متوسط ولا حاجه. يعني سامسونج تقريبا الستون الترا كنت تشوف ناس بتعمل 3 4 ساعات 5 ساعات ماكسيمم اظن. يعني ممكن كمان انا كنت ساعات مثلا بجيب معايا 7 ساعات لو انا مثلا طول اليوم واي فاي في البيت صوته قليل فتحت 50% كانت بتجيب معايا 7 ساعات ونص كمان. ال 14 برو ده بيجيب من 7 ل 9 من 7 ل 9 ساعات سكرين تايم في اليوم يعني. فبرضه كان بيكمل اليوم بشكل مستريح بالنسبه لي. الا لو انا تقلت زياده عن اللزوم يعني، كنت بقى لو فاتح جي بي اس بقى ورايح في حته وبتاع. 7 9 ده اظن احسن من اغلب الفلاج شيب دلوقتي. احسن. طيب الشحن كان قد ايه؟ 100 بيدعم لحد 30 واط، لكن لما انت بقى تقيس هل انا هو بيخش له كام امبير وكام فولت، تلاقي في انها بيخش له بالظبط 23 مش اكتر من كده. 23 واط يعني؟ 23 واط. فبيشحن بقى كام دقيقة؟ مثلا من 10% لحد 100%، بيشحن في حوالي ساعتين ل 10 دقايق او ساعتين ل 5 دقايق، وقت طويل. يا ابني طويل جدا. هو كام ملي امبير اصلا؟ 5000 ملي امبير. اظن سامسونج 5000 تشحن في ساعة ونص مثلا صح؟ مش عارف، وانا 3700 بتاخد مثلا ساعة و10 مثلا. على 4000 على الاس 21 بتشحن تقريبا في ساعه طبعا بتفرق في الشتاء والصيف. وكان له 5 شوط 25 في الشتاء بتبقى ساعه 10 برضه انت شبك يعني. في الصيف بتزيد شويه ساعه وثلث مثلا ساعه وربع اللي هي لما الدنيا تبقى حر يعني. كانت غريبه وقت كتير بطول قوي يعني، بتقعد دايما ما فيش مره تشحن فيها مثلا من 10% ل 100% تقعد اقل من ساعتين لربع. هي من ساعتين لربع لساعتين معروفه كده. وكمان بيجي عند اخر 20% حسه بيموت. لا يا جماعه الحقوني انا مش قادر. التليفون بتلاقي مثلا بقى بيشحن في اخر 20% دول ممكن في يوم مثلا حوالي ساعه الا ربع، انت متخيل؟ السؤال الموبايل بتاعك لما يوصل 10% بينزل بسرعه ولا لا؟ ولا دي حاجه مهمه بالنسبه لي. لا مش بينزل بسرعه. انا عارف انت سامسونج جاوي، انت سامسونج جاوي يعني. هنا مثلا مره لقيته 10% وكنت لازم انزل. فنزلت 10% وفتحت الباور سيفنج مود عادي. ورجعت البيت لسه 4%. ده عظيم. انا هنا هو هيوصل 10% في سامسونج خلاص. دقيقتين بالظبط يا 5% تحديدا الموضوع بيقلب فيها غريب بقى. 5% اقوم بس اجيب الشاحن ارجع ممكن الاقي 3% و2% بس سايبه بس بجيب. فعليا ال 5% عند سامسونج هي شبه اللي هي لما كنت انا فاكر ف
في اونر لما كان معايا الاونر فيو 20 كان بيوصل عند 1% وبعد كده يديك 30 ثانيه يقول لك هو الموبايل هيقفل دلوقتي. اه شاومي كانت ضافت القصه دي سامسونج آه. هي ال 30 تقريبا ثانيه 30 ثانيه غير 5% موضوع مضحك يعني. ما بلحقش اصلا انا اجيب الشاحن ان انت تبقى ماشيها كلها مظبوطه دي احسن حاجه، انما انت تيجي للاخر تلاقي فجاه طارت دي بتبقى رخمه عشان تبقاش قادر تحسبها. يعني في البيكس ده 10% لا بيبقوا مظبوطين قوي، مش هتلاقيهم بيطيروا فجاه ولا لا يعني بيقعدوا زي كويس زي متوزعه صح متوزعه صح فعلا. طيب البطاريه بالنسبه لك مرضيه غير مرضيه عاديه؟ عاديه برضه انت كل موبايل عادي يعني انا لسه ما كملتش اقول اصبر حاجه مش عارف اقول ايه بس هي عاديه هي عاديه مش عارف تقول ايه ليه يعني لان يعني هي هو ده بطاريه كويس ولكن سرعه الشحن ميته يعني انت فلاج شيب في 2022 المفروض ان هي بسرعه من كده يبقى على الاقل هي غريب ان انت كوات وبتاع هي شبه سامسونج شبه وشبه ابل بس هي في الوقت الفعلي مش زيهم خالص بس هم اعتبروا بس انت بس انت مش حاسس ان ده ممكن يكون من موبايلك مثلا من قصدي من الشاحن اللي انت بتشحن بيه؟ يعني والله هو انا جربت كذا شاحن ونفس الكلام انا كنت حتى جايب له شاحن 30 واط اللي هو بيدعم تقنيه الجان عشان دي الجان والبي بي اس دي اللي بتعمل بيكسل برضه كان بيشحن بطيء شويه والله انا ما فاكر بروتوكول سبورت صح؟ لا بروتوكول ايه؟ لا انا ما اعرفش هو المفروض هي سامسونج وابل وجوجل كلهم مع بعض ولا باور ديليفري المفروض باور ديليفري اه نفس الكلام كمان شاومي برضه بتدعمها جميل لا بس على السرعات الكبيره ما اظنش صح هي تقريبا بتبقى 18 واط بس على ما بس تقريبا بيبقى الموبايل بتدعم الاثنين يعني تدعم السرعات العاليه بس في نفس الوقت لو شحنتها باور دليفري هتشتغل صح؟ عاوزين بقى نتكلم دلوقتي عن الاداء معانا تنسور جي ان جي 2 باين ولا مش عارف كان ايه جي ان 2 ده حساس كاميرا يا باشا تنسور جي 2 ماشي تنسور جي 1 ما كانش في الاختبارات ما كانش قد كده طبعا في استخدام الموبايل كان قشطه زي الفل يعني بس في الاختبارات تاني لما حطه بقى والجيمنج وما اعرفش ايه والكلام ده كان ضايع شويه شايف الاداء عامل ازاي اولا كاستخدام يومي عادي كالعاب لو انت لعبت اي حاجه وسيبك من الاختبارات يعني بس لما تضغط عليه تجربه فعليه استخدام يومي هو مش بيسخن جامد حتى لو انا مشغل 4G وبره مشغل 4G بلوتوث يعني تلاقي مثلا درجه حراره البطاريه يعني في يمكن في اكتر مره كان درجه حراره البطاريه كانت عاليه فيها كانت حوالي 41 او 40 كان ده كنت بره البيت مشغل 4G وبلوتوث بس انت لسه في الشتاء انا كنت مجربه شهر 10 عشان ما كانتش الدنيا حر قوي يعني كانت حر قوي نص اليوم بتبقى ممكن لو تحت الشمس وكان مثلا انا مثلا اللي انا بتكلم عليه ده كان مثلا الساعه 12 الظهر في الشارع تحت الشمس بالظبط فهي ظروف برضو مش سهل قاسي على التليفون الاداء نفسه كان عامل ازاي؟ لا يعني الاداء عموما كان ممتاز مش هتلاقي فيه مشكله يعني عندك انا على الارقام المهمه تقروف عليه فانت يعني الجهاز عموما سلس جدا سريع كان برضو كمان تجربة ألعاب حلو جربت ايه اصلا؟ كنت جربت علي بابجي جربت كاندي كراش تجربة ألعاب كانت ممتازة جربت ايه؟ كاندي كراش كاندي كراش جربت علي بابجي بتاعها كام في الاعدادات جوه ايه الماكسيمم؟ على سموث اخره 60 فريم مش بيبقى اكتر من 60 فريم يعني سموث ده قليل عارف انا كنت جربت برضه كمان اتش دي ار سموزي 90 المفروض بالظبط لا بس هو انا سموز كان 155 تقريبا بيشغله على منتصر برو خد بالك هي برضه ليها علاقه بدعم البروسيسور المعالج مطورين مبني على تقريبا لا هو مختلف شويه ان هو مختلف شويه خصوصا في الانويه يعني انت عندك التنسور جي 2 النوعتين الكبار فيه كورتكس اكس 1 تلاقي في الاكسنوس النواة الكبيرة هي واحدة بس مش اتنين في حتى هي كانت اكس 2 هنكمل موضوعنا في الاداء بسوفت وير ان هما حاجتين بيكملوا بعض بس سوفت وير انت هتتكلم عن سوفت وير اضافات بقى وكده بالظبط اخش يلا بينا يعني احنا بس الاول نكمل حته المعالج دي عشان احنا بس ايه ما كملناش للاخر المعالج هنا هو مختلف كبناء عن معالج الاكسينوس 2200 مختلف كتير
يعني تلاقي الجي بي يو مختلف والسي بي يو مختلف. فوق كاف هو اصلا كان كده خلاص كده كل مختلف. ممكن تكون الاولاني هو اللي كان مبني دلوقتي ما بقاش مبني بقى. الاولاني كان مبني الاولاني كان مبني على 1200 باين ده 1100 1100 لا برضه ما كانش مبني ان هو برضه كان مختلف كان في كلام كان مختلف انواع لا لا بس كان في كلام ان هو كان مش عارف ظاهر في حاجات في اللي هي مش عارف الكود بتاعه ولا حاجه كده كان في اسم اكزينوس او حاجه او سامسونج المهم عشان كده حاجه حاجه شبه كده عشان كده طلع بايظ هو من تصنيع تي اس ام سي ولا سامسونج؟ سامسونج ده انجاز ما بيسخنش دي انجاز يعني حتى الاجن 1 بيسخن جامد اه الاجن 1 العادي تصنيع سامسونج اظن يلا خش لي على السوفت وير السوفت وير دي بقى تجربه غريبه شويه لو انت هتاخد سلاسه وسرعه ولكن هتفقد مميزات كتيره في وجهات المعدله فانت هتلاقي معاك الجهاز دايما سريع دايما سلس ما نادر اول ما تقابل ناتش او حاجه وطبعا بقى يعني في بقى الحاجات اللي هي خاصه بالبيكسل زي الات جلانس اللي هي بتعرفك كل حاجه بتحصل حاليا في التليفون انت مثلا ربطت سماعه بلوتوث هيظهر لك مشغل مثلا فلاش مثلا هيظهر لك بره بعض الحاجات دي كلها بتظهر بره طب برضه نفس الكلام في على الماتيريال يو لما انت مثلا تغير خلفيه الموبايل تلاقي كل حاجه في الموبايل الوانها اتغيرت بدايه من شريط الاشعارات الاعدادات برامج جوجل كلها كمان بتغير ما عدا جوجل اللي هو جوجل سيرش مش بيتغير نحت ليها وكان عليها قبل برامج جوجل كلها بتتغير ما عدا جوجل سيرش فتلاقي مثلا يعني لو انت مثلا حطيت خلفيه خضراء هتلاقي كل حاجه اخضرت ورينا صاحبي ورينا جوجل ترانسليت كمان اخضر مثلا على سبيل المثال بس انا حاسس ان جوجل لو فتحت ان السيرش بار الفشل اللي بتطلع بتبقى متاثره عادي من غير يو لما فتحت الابلكيشن نفسه لا هي فعلا يعني لحظه لحظات برضه محنك تقني برضه يعني انت مثلا هنا حاليا مثلا انا حاطط خلفيه خضراء تيجي تفتح على سبيل المثال مثلا او التليفون كله اخضر تحس اصلا الشاشه قلبت اخضر الشاشه باظت ما بقاش شاغل لون اخضر وتفتح على سبيل المثال نفتح جوجل ترانسليت تلاقي كمان برضه خد برضه تليفون اخضر نفس الكلام بقى في بقيه برامج جوجل ما عدا جوجل سيرش هو ده الوحيد اللي مش بيخضر ما تفهمش ليه يعني فعلا هي حلوه جدا ان انت كل فتره هتغير الخلفيه تغير معاها لون التليفون بالظبط اديك لوك جديد مش تزعق منه يعني جميل الافا جلانس دي مش كانت موجوده في لاون شير ده بقى صح؟ هي مش بس لاون شير هي اصلا ويدجت تبع جوجل سيرش على الموبايل فانت حتى كنت عايز اسال يعني انت مش مميز يعني ده على ايه بالظبط؟ اه في اختلاف الافا جلانس على البيكسل والافا جلانس مثلا انت حطيتها ويدجت لو انت كنت مجرب تحطها كويدجت عادي ما جربتش قبل كده يعني الافا جلانس اللي بشوفها حاجه حلوه يعني بتجيب لك كانك عارف انت النوتيفيكيشنز اللي بتجي لك ان انت والله انت لو انت بتروح الشغل كل يوم او بتروح الجامعه فبيجيب لك انت فاضل لك الطريق ترافيك كذا الويدر كذا مش عارف ايه في حاجه حلوه تتحط على لوك سكرين انما هي اجباريه برضه في هوم سكرين صح؟ الاتا جلانس لا انت ممكن تشيلها ايه ده؟ انت ممكن تفعلها ممكن لا بتتشال نفسها ولا بيشيل بس الامكانيات بتاعتها انا اظن من اول اندرويد يعني انت ممكن تعمل هنا كاستمايز الاتا جلانس ممكن تقفل كل حاجه فيها لا انا قصدي هي لكن انت ترن اوف طب نجرب مثلا كده ترن اوف نرجع هوم ترجع هوم لسه موجوده لا هو انا بحب بس ويدجت تاريخ بس بالظبط لكن اكتر من كده مش هتعمل حاجه تانية انا ما مش بتتشال خالص لسه هي مكانها ثابت بالظبط هي مكانها المنطقي اكتر اللوك سكرين يعني هي فوق على الشمال مفيده في اللوك سكرين اكتر هي موجوده في اللوك التاريخ في اللوك سكرين اه هي مكانها يعني منطقي يعني في اللوك سكرين يعني لو انت مثلا مشغل اوزن سبلاي هتلاقيها فوق عشان في الاوزن سبلاي ايه تاني في السوفت وير حلو عجبك يمكن حاجه بديهيه لكن برضه عجبتني جدا ان برامج جوجل على البيكسل حلو ما هي مش حلو عادي تبقى حلو برضه في حاجه لا 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 في فرق يعني انت فاهم انا ده حتى بيكسل اكسبيرينس الروم بس لوحده كان بيفرق فعلا في العادي ايه من ناحيه الاستقرار والسلاسه وان هي متظبطه احسن بكتير من الواجهات المعدله كلها بس مفيش فيتشرز زياده غير في جوجل فوتوز مثلا مفيش جوجل فوتوز بس هي اللي فيها فيتشرز زياده مظبوط
صح؟ ايه البي في دمج بين السيرش بار برضه اللي تحت ولا جوجل اب؟ يعني اظن في دمج شويه بينها وبين جوجل اب، مش موجود في الباقيين. تقريبا. يعني السيرش بتاع سامسونج مش مربوط مثلا بجوجل. يعني برضه في تجربة البرامج كمان احسن تجربة البرامج كلها عموما، يعني احسن برضه على الخام من الواجهات، من الواجهات المعدلة، تلاقي ان الانيميشنز مظبوطة اكتر، ما فيش يعني بعض الباجز برضه ما تلاقيهاش. على سبيل المثال مثلا في برامج شبه انستجرام، فيسبوك، تلاقي بعض الباجز الموجودة في الواجهات المعدلة مش هتلاقيها في الخام. بس دي غريبة. اصل لا، في باجز برضه. لا اصل هي بس برضو اقل، هو الفيسبوك فيه بس مشاكله، اقل. الفيسبوك مشاكله مش كونسيستنت، يعني من هاي واحد للتاني هتلاقي مشكلة غير التاني حتى لو نفس الموبايل، هاي فا يعني مش ثابت برضو بس كمعيار. برضو عموما يعني كاجمالا تجربة البرامج كلها احسن على الخام من بين الموبايلات التانية. جميل. سوفت وير عجبك ولا ما عجبكش ولا كان عادي في مقارنة بان انت جاي اصلا من شاومي؟ شاومي اليو اي طبعا مليان كاستمايزيشن، حقيقة. ولكن كان مليان جليتشات شويه بالنسبه لك. ما اعرفش كان مليان جليتشات اصلا بالنسبه لك؟ الميو اي لا، ما كانش في جليتشات، بس انت كنت برضو ايه، في حاجات مش انكونسيستنت عاجباني. يعني. بالظبط. ماشي، يعني يمكن في حتة مميز ولا مش برضو مميز؟ هقول لك برضو، يعني لسه برضو الاول، انت لما تشوف ان هنا تليفون مواصفات مزايا كتيرة موجودة في الواجهات المعدلة زي الوان يو اي والميو اي، زي الكويك بول، انك ما عندكش الكرة اللي هي الاتجاه دي. ما حدش من الترم بيها دي، لا بس تحفة هي الحقيقة. محطوطة انت تقليل لا اي بتستخدمها برضه بس عموما تقليل لا بس لا بس انا بس انا بستعملها مثلا في الفلاش، بقفل التليفون على طول. بس زمان كان الناس بتستخدمها كتير، لحد دلوقتي ما بقاش حد يستخدمها. الفيديو تو بوكس كان حله مكان لما كان، يعني انا كنت بفعل الفيديو تو بوكس على كل التطبيقات حتى العادية عشان الاوبشنز بتاعتها. نفس الكلام برضه، مفيش هنا دول ابس، مضطر ان انا احمل برنامج خارجي عشان اعرف افعل دول ابس. ما في برضو سبيد ميتر، ان انت انك تعرف السرعه الحاليه للنت، او السحب، او السحب اللي بيخش للتليفون. الفلوتنج ويندو هنا سيئه جدا. يعني الفلوتنج ويندو بربع جنيه بجد. انت اول ما تفعلها وتيجي تشغل بيها حاجه، تلاقي ان البرنامج هنج، انت خلاص، والبرنامج علق، مش هتعرف تستعمله، فاضطر بقى تقفله وتفتح تاني عادي من غير فلوتنج. زي ما قال اصلا زياد قبل بره الكاميرا، ان هو اساسا مش ميزه في الموبايل، هي اصلا ديفلوبر اوبشن، اللي هي اصلا حاجه مش محطوطه للناس اللي بتلعب فيها. يعني انا اصلا انا كنت مفعلها من جوه الديفلوبر اوبشنز، فكنت بجربها، فلقيتها غريبه يعني، سيئه جدا الحقيقه، ما ينفعش تستعملها. بس الفكره بقى لهم كتير، حتى انا حطينا من يعني جزء رسمي في الديفلوبر اوبشنز من اندرويد، لا اظن كانت من اندرويد 7 في الرسمي، وفي اندرويد 6 كانت مخفيه بس كانت موجوده برضه، كانت بتتفعل بطريقه كده من الكمبيوتر. بس الصراحة ما جربتهاش على حاجة وقتها. يعني في برضه حاجة كمان، كنت شفت الواني واي عظيمة ازاي في الكودينج ميندوز، على فكرة من أجمد الحاجات. يعني طبعا في ناس بتقول هواوي جامدة برضه، هي بتاعت ميو كانت عملية أكتر في نقطة، وبتاعت سامسونج في نقطة. يعني بتاعت ميو كانت معتمدة أكتر على الجستشرز، هنا في جستشر بس الجستشر بتاعتها مش عجباني في الفلوتنج ويندو، عجباني في المالتي ويندو. شفت انت ضفت الكورنر الجديد ده؟ ما هي مش حلوه لان هي بتتداخل مع الصحبه بتاعتها، بس يعني مشكله. زمان هي اصلا كانت الميزه دي كانت موجوده قبل كده في الاكسبيرينس، لما كانت كده كانت بتيجي بصحبه معينه وكانت صعبه قوي. ما كانتش اصلا، انا ما كنتش بعرف اجيبها كتير. ماشي، دلوقتي خلوها سهله قوي، لدرجه انها بقت جربتها بتراجعها على طول مع الـ انت يا دوب بتسحب بس لجنبه وخلاص، فهي كانت عمليه بالنسبه لي. المالتي ويندو اللي حلوه ان هي خلاص بصباعين بتعمل كده، خلاص هو بقى مالتي بس. بعد كده الفلوتنج ويندو نفسه، فكره ان هو بيبقى فيه بقى اكنه البار اللي فوق، لو انت عايز تثبته او مش عايز تثبته بتبقى تلقيت، ما هي نقطة ان انت مثلا ممكن تحطها كايكونة لوحدها على جنب وتفتح واحد تاني. هي لا، ميزة سامسونج ان انت تفتح كذا تطبيق. والبار كمان اللي هو البار اللي هو اللي هي لفوق، كأنك تحط يعني ممكن تخفي البار ده. احنا كده خرجنا خلص على الموضوع. لا ما خرجناش يا عم. المهم نخرج بره السوفت وير، نخش بقى في اهم حاجه. وفي سؤال بس، السوفت وير فيه برضه نوع يتعرف على اي حاجه انت مشغلها حواليك مثلا؟ طبعا الموضوع ده جامد. موجوده يعني، وكمان الجامد فيها ان هي شغاله اوف لاين. الجهاز مخزن كميه داتا كبيره، بيقدر وانت تطفي الواي فاي والنت كله، تلاقي الجهاز اتعرف برضو على الاغنيه اللي حواليك عادي جدا بكل سهوله. يعني موجوده هنا برضو، بس مش عارف ما جربتهاش. يعني كان في برضو يعني بعض الحاجات، يعني فايف ان هي تجربه سوفت وير، هي تجربه يعني ممتازه للمستخدم العادي،
لو مش ملوش بقى ايه في ان هو بقى يقعد بقى يدور على كل حاجه صغيره كان منتزه بيستعملها مستعمل ايفون بالظبط. بيرفكت مش دي العادي. صح، تطبيق بالظبط. المكالمات برضه، عشان تطبيق المكالمات هو جاي اصلا بالتين بتطبيق مكالمات جوجل كخام، فده برضه ما حسيتش بحاجه حسيت معاه ناقصه. بمشكله. وطبعا لا يدعم تسجيل المكالمات بالمناسبه، للاسف. ما اعرفش هتطلع بره الموضوع خالص برضه، بس كان في حاجه صايعه قوي هنا، ان انت لما اتصلت بيا على الماسنجر، الماسنجر بيظهر في المكالمات، الماسنجر بتظهر في هما عاملين تقريبا حاجة رابطة كله، يعني واتساب اوديو واي حاجة. هي مكالمات الماسنجر بتظهر بواجهة المكالمات بتاعت الاي او اس. الكاميرا دي قفلت ليه؟ طيب كده فينش، البطارية خلصت خلاص، مش كده مش نكمل عارف، بيك، ما اظنش نكمل بيه. محتاج خلاص مش هنوري الناس حاجة تانية. كاميرا السبايدر قفلت. حاجة كنت هسألها برضو على السوفت وير، تطبيق المكالمات ما حسيتش بمشاكل تانية مثلا غير هو عموما هو مش سلس طبيعي المكالمات. لما انا مثلا ارن على حد تلاقي فجأة كده شاشة المكالمات ونقطة في وشك، فاهم؟ مفيش بقى انيميشن ان هي طلعالك او كده، لا هي عموما هي تصميم انيميشن بتاعتها مختلف عن تصميم انيميشن البيكسل عموما يعني. وبرضه كمان حتة ان الكونتاكت او جات اتصال مفصولة عن الفون دي برضه غريبة جدا، انا مش فاهم حدوث يعني هي ليه. هنا في سامسونج مفصولة بس ما بحسش بمشكلة قوي، اللي هو يا دوب مثلا الكونتاكت كده كده طالع لي اختيارات، يعني لما بدوس مش بتتصل على طول، من ضمن الاختيارات ايه فادوس عليها بينقل على الكونتاكتس بسلاسة عادي كأنها جوه نفس التطبيق. هي التطبيق اللي جوجل فيه الصحوة زي بتاعت سامسونج كده، اللي انت تسحب تتصل، مفيش اصل بتاع ده. انا انا هقفلها عندي عشان انا كنت هتصل بحد غلط، لا انا بحبها مش افتقدها في الايفون. الزحمة دي صعبة، كليك بتنجز عشان هي اصلا لو رحت حسبتها يعني هتلاقي هي صعبة. هي اختتين. طيب ننتقل من السوفت وير، خلينا بس نجمع برضو شوية. انت اديت في التصميم قشطة عادي، في الشاشة اقل من العادي شوية بسيطة، في الصوت عادي، في البطارية أعلى من العادي حاجة بسيطة، ممكن نقول في البطارية بس أقل من العادي في الشحن. مظبوط. وإحنا اتكلمنا دلوقتي على الأداء ممتاز، مظبوط، اللي هو الاستخدام التجربة يعني، بعيدا بقى على أرقام بنش ماركس هتلاقيها أقل من ده طبيعي مع الناس التانية. البيكسل. بس في الألعاب مش قد كده، مش مظبوطة قوي زي ما أنت قلت، إعدادات بابجي دي مش حلوة. هي سلسة والتليفون مش بيسخن، ولكن مش بيديك كل الاعدادات في الجرافيكس. اظن الناس ممكن تلعب باللي هي جي في اكس تول والحاجات اللي موجوده دي، كانت صعبة جدا. خلاص ما يلعبوش بيه. وبعد كده اتكلمنا على السوفت وير، والسوفت وير بالنسبه لك انت كتاني كواحد جاي من مي اي، تأقلمت ولا حاسس ان ده في مفتقد حاجات كتير؟ لسه برضو الموضوع صعب شويه. انا حته برضو ان في حاجات كتير قوي مش موجودة هنا، زي مثلا انك ممكن مثلا زي مثلا الهوت سبوت ليميت، انك تعمل ليميت لاستخدام الهوت سبوت. نفس الكلام برضو في انك تفصل كل صوت عن التاني، انك توطي مثلا صوت اليوتيوب وتعلي صوت مثلا تعلي صوت كل حاجة على حدة، مش موجودة هنا. ففي عموما هو كسوفت وير هي تجربة حلوة فعلا زي ما انت قلت، المستخدم الايفون بالظبط. انا برضو رايح للايفون مثلا من سامسونج، انا بالنسبة لي كده كده اصلا لما بستخدم موبايل قشطة هتعود عليه، انا مش لو بعمل ازمة في مش عارف ايه، انا رحت ويندوز فون وتعودت عليه، يعني اللي هو مفيش حد هيجرب ويندوز فون وهيبقى قدام موبايل تاني. بس في حاجات كتير عند سامسونج لا انا خلاص اتعودت عليها بقى، وحاجة اللي هو شايفها منطقية جدا يعني، مش عارف انا مش موجود ليه، بس بتتقضى. بس في ناس يعني بتبقى خلاص بقى مش شايف، يعني اقل ميزه عندها مالناش دعوه بيك انت، اتعودت انت كمان. بس في ناس فعلا بتبقى متضايقه جدا من ازاي سامسونج ما فيهوش مثلا اسمها ايه سرعه النت فوق، ده حاجه يعني فاصله ما اعرفش ايه. انا كنتش بستخدمها في ميو بس لا لا حاجه مثلا مضايقاني هي مثلا قصه مثلا يبقى الفلوتنج ويندو الانيميشنز، طبعا دي تفاصيل فرقه يعني للاسف. بالمناسبة الانيميشن ما بتفرقش معايا، فده برضه ولا الفيدباك عشان خيط برضه ما اتضايقتش. انت كنت عم بتقول الهات فيدباك بتاع الايفون والانيميشن مش فارق معايا، انت عاوز تاني؟ انت الشباب مسكوك جايب ايفون ليه؟ طيب نروح لاهم نقطة في بيكسل،
لو بقى اصلا بيكسل كاميرا وبقى بيبقى فيه افوره بقى، عاوز كاميرا اشتري بيكسل، زي فاكر زمان عاوز نوكيا اروح لايتو عاوز كاميرا اشتري بيكسل، وكاميرا البيكسل لا تقارن باي حديده في السوق والشغل ده، وبتمسك البيكسل في الاخر بتلاقيها بتقارن باي حديده في السوق، ليها مميزات قويه وليها عيوب. انا لما جربت البيكسل 6 كانت عاديه يعني، قشطه فيها حاجات حلوه فيها حاجات مش حلوه، بوجود انا كنت بقارنها بالاس 21 العادي ولا الترا بتاع. انت شايف ايه؟ الحقيقه انا اصلا في الاول انا كنت جايب بيكسل عشان الكاميرا، يعني كان اهم حاجه عندي عموما في التليفون هي الكاميرا، فانا جاي وبيكسل يعني كاميرا فجبته. يمكن بقى من دلوقتي فانز بيكسل لو شافوا الحته دي يعني هيحصل ضجه بس فعلا الكاميرا مش الكاميرا البيرفكت، مش الكاميرا اللي هي في كل الظروف الاضاءه وفي كل حاجه مظبوطه. انت هتلاقي بدايتها من الكاميرا الاساسيه، كده اوفر على الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه تلاقيها الصبح بتطلع دايناميك رينج ممتاز، الوان واقعيه جدا، ودي اوقع الوان شفتها لحد دلوقتي. ما فيش تليفون شفته طلع الوان احسن منها كواقعيه. يمكن دي حاجه انا مش حاببها قوي، ناس واقعيه قوي بزياده، ولكن في ناس تحب كده. يعني عندك سامسونج مشبعه اكتر شويه، ابل مشبعه اكتر شويه برضه. بالنسبه لسامسونج مش مشبعه، سامسونج بقت منوره حقيقة أكتر، هي منوره بس أحيانا بتبهت يعني، بس إن الألوان نفسها بتتفتح واخدة برضو لوك فايبرنت كده اللي هي حيوية مش ساتوريشن، كان ده في سامسونج تلاقي واخدة لوك حيوية كده مش ساتوريشن. في البيكسل يعني في الكاميرا الأساسية دايما بتبقى مدية الأولوية في التصوير للكادر كله، إن لو يعني مثلا لما تيجي تصور مثلا بجهاز شبه الأيفون، أنت لو شخص دخل في الصورة هتبقى اولويه الاضاءه والاكسبوجر للشخص ده مش للكادر كله. في البكسل هي اجباري هتبقى للكادر كله، حتى لو على حسابك انت كده انك هتكون مظلم. كانوا عاملين حاجه تقريبا بالالترا وايد في لا مش دي في الكاميرا اللي ورا تقريبا، اللي هي الكاميرا اللي هو تقريبا الصوره علشان الوشوش ما تبقاش مهزوزه بيستخدموا الالترا وايد. ال 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 ملهاش علاقة باللي هو بيتكلم فيه اللي هو حاجة تانية. الألوان بس انت خلينا ناخدها حاجة كتصوير لاندسكيبس أو حاجات عادية، تحطها تدي لها ممتازة ولا عادية ولا خذلتك؟ تمام. لاندسكيب أو يعني اللي هو تصوير عادي يعني ما تصورش بني آدمين. لاندسكيب ممكن أديها جيد جدا. تصوير بني آدمين بالكاميرا الخلفية؟ بالكاميرا الخلفية الموضوع ده منقسم لجزئين، بالكاميرا العادية من غير البورتري وببورتري. ببورتري بيطلع صور كارثية، ما ينفعش تطلع من فلاكش، بيحصل عليها معالجة زيادة قوي، تلاقي بيحصل تلاقي ان في تفاصيل اكنه زود التكستشر لحد الاخر، عارف مش كده الشريط لحد الاخر وشبه نفس الكلام، فتلاقي الصورة في النهاية طالعة بتفاصيل مش موجودة ومش حلو. كان ده في البورتري، تحديد اطراف البورتري كويس جدا، ولكن حته فعلا ان هو هتلاقي سكين تون والشاربنس وحشين جدا. ففي الكاميرا العاديه من غير بورتري حسب ظروف الاضاءه، لو الاضاءه مظبوطه هيطلعها في الاغلب كويسه، لو الاضاءه مش مظبوطه ممكن هتلاقي الوش مظلم، لان هو برده الكاميرا دايما بتديك لوك كونتراستي، لوك الكونتراست ده او التباين الزياده ما صورش خاص مش يبقى كويس. فعشان كده دايما لو انت تاخد بالك ان الايفون ما صورش خاص بيقلل الكونتراست مش بيزوده، بيطلع الناس في الاغلب احسن من بيكسل. وبرده بتبقى شارب كده، والشاربنس ده حلو ساعات بس لما بيزودوا شويه مع الناس بتبقى الناس شكلها مش حلو. كان في البيكسل يعني يمكن يعني هو في الكاميرا الخلفيه مش يعني المعالجه حلو، يمكن ساعات بتبوظ منهم شويه، تلاقي الجهاز بقى مطلع صوره بمعالجه زايده بس انت فيها تفاصيل زياده. انت كنت وريتني مثلا قبل كده صور الوايت بالانس مش مظبوط، تنت قالب غريب، او بديت صوره شكلها حلو بس يعني مش ده الكلام ده كان في التليفوتو. التليفوتو انما العاديه الكاميرا الاساسيه ما بتعملش كده. يعني يمكن الكاميرا الاساسيه يعني تلخيصا ده كده بسرعه هتديك اوقع الوان و اتش دي ار ممتاز، تفاصيل ممتازه ولكن كونتراست زياده شويه، واحيانا بيطلع تفاصيل زياده شويه. والالوان الواقعيه ما بتحبهاش.
دي بقى يعني دي بقى تفضيلات بس. وبرضه حاجه كمان ان الوايت بالانس ده مظبوط، انت هتلاقيه لا هو مصفر ولا مزرق، لا هو اظبط حاجه ممكن تشوفها. والضغط الصفراء بيحافظ عليها صفراء عادي جدا، بيحط عليها كويس جدا يعني، مش بتروح منه. دي كانت مشكله خالص ازاي يعني، مش مشكله صعبه. العيوب بقى يعني دي من محاسن سامسونج. انا المفروض انا كنت رسميا شلت سامسونج فوق، بس ما اعرفش بقى شويه كده بتيجي كده. يمكن يعني في عيوب في الكاميرا الاساسيه، ان لو انت تحديت التليفون ب اتش دي ار قوي، هتلاقي الشاروز او الاماكن اللي فيها ظل هتلاقي فيها كميه نويز مش طبيعيه، والتفاصيل فيها برضو بتروح. يعني هو هتلاقي محافظ على الاضاءه كويس، ان ممكن الفتحه مظبوطه والغلاف مظبوطه، ولكن انت في حته غامقه دي هتلاقي انها نويز كتير جدا بشكل مش طبيعي. ونفس الكلام برضو بتلاقي فيها، وتلاقي ما فيهاش تفاصيل خالص. فهو يعتبر هو مشكله كونتراست ان هو زياده، ومشكله نويز والتفاصيل لما تيجي تصور اتش دي ار في الشادوز. تليفوتو والوايد انجل دول بقى طبعا، تليفوتو دي حته من قلبي كده، انا عموما من محبين التليفوتو. يعني مثلا التليفوتو لتصوير البني ادمين بتبقى احسن حاجه يعني. طبعا الفوكال لينس بيفرق في شكل البني ادمين، وكل ما الفوكال لينس يكبر يعني تبقى زوم ده اكتر، كل ما شكل البني ادمين بيبقى حيوة. كان عندي مشكله مع القصه دي، مش بقى يعني مش بقتنع ان ده بالنسبه لي احسن من ان انا من الكواليتي يعني. انا اضحي بقصة الفوكال لينس بس اخد الكواليتي بتاعت الكاميرا. لا احسن زي. احسن بشكل واضح حقيقي يعني. طبعا بتصور بكاميرا زي واسعة تلاقي بس وشك عامل كده ومكانك كبيرة. والله انما التاني بيظبطك كده. فانت انت تيجي تصور مثلا بالتليفوتو، هنا التليفوتو احنا اول ما اتكلمناش على موضوع حساسات. الحساسات كاميرا اساسية هنا مستشارات مستشار مستشار خد بالك هنا اللي هو السامسونج جي ان 1 والتليفوتو هو ما حدش كاتب هو نوع ايه، ولكن من بحثي انا قلت ان هو السامسونج جي ام 5 من مواصفاته وحجمه وكل الحاجات دي. التسريبات اللي كانت قبلها نزلت جي ام 5 كانوا كاتبين جي ام 1 جي ام 1 ان هو كان سنتر كانت من 86 اللي هو السوني. هو كحجم اصغر شويه من المستوى بتاع السنه اللي فاتت، لكن بقى كتجربه اجمالا هو بيطلع برضو الوان يمكن هي ابهت شويه من الكاميرا الاساسيه. في الاغلب بتبقى طالعه باهتنا عن الحقيقه، بلاحظتها. التنت برضو احيانا في الاغلب مش بيظبط، تلاقي مايل ان هو يبقى قلب على لون بامبي شويه كده. اعتقد انك شفت الموضوع كده او تركو. ولكن بقى كتجربة اجمالا هتلاقي التفاصيل كويسة جدا، يمكن بيحصل عليها تنعيم زيادة شوية عشان يعرف يشيل نويز، ولكن بتبقى كويسة. الكونتراست برضو بيبقى زايد شوية شبه كاميرا اساسية، ولكن كتجربة اجمالا انها كاميرا ثانوية فهي حلوة جدا. بوصل لحد 30x زوم. انت عندك 5x ده اللي هي بداية الكاميرا التليفوتو، 10x بيعمل كروب من سنسور بيصور من الجزء الوسطاني من السنسور، وطبعا مش بيبني بقى بكسلات. وبعدها بيكمل بالحد بقى 30x بقى ايه ديجيتال. فعموما هي تجربه اجمالا كويسه، ان بالذات كمان انا حاليا في اغلب تصوير اشخاص بستعملها، مش بستعمل الاسائل نادرا او لو المكان ضيق. فهي كتجربه اجمالا حلو، بتدي كمان اتش دي ار حلو جدا، في الفيديو حلوه، وجمال كمان انا مش عارف كل الظروف تا الصبح اضاءه متوسطه اضاءه منخفضه هتشتغل برضو. يعني مش بتشتغل بقى في العتمه لكن غير كده هي بتشتغل، ودي فعلا نقطه بتحسب لها، لان اغلب التليفونات الثانيه مش بتشتغل في الاضاءات زي المتوسطه او المنخفضه. وعندك اكبر مثال واضح لده السامسونج في الاس 2 الترا، في الكاميرا 10x تلاقيه بالليل بيعاني جدا في التقاط الضوء، تلاقي صورة مظلمة نويز كتير ما فيهاش تفاصيل. فأنا مديك في كاميرا 5X ممكن تستعملها في البورتري، تستعملها في الزوم، فهي عموما في الفيديو كمان برضه فيها عموما هي كاميرا يعتمد عليها يعني. سيلفي أول ما تنقلش لحاجة معينة برضه اللي هي الالترا وايد
محدش مهتم بيها. محدش فعلا مهتم. بس صدق فعلا انا كنت بعمل تيست على الجروب من سنه لازم اقدر الناس فعليا مهتم بالوايد اكتر من السيلفي, بالوايد اكتر من التليفوتو, من الالترا وايد يعني. اه يعني الناس مهتمه بالالترا وايد اكتر من التليفوتو. ما هي الناس ما تفهمش. انا كنت بحس كده حاجه, اكتشفت ان الالترا وايد كمان مالهاش لازمه. نفس الفكره بتاع التضحيه هو كده. انا كلامي عشوائي, التضحيه بالكواليتي وبتاع. مش هعمل كلامك كده. تمام. كنت متاكد بس كان الكلمه التليفوتو هي 120 مللي, فانت بتطلع بيها صور اشخاص تحفه يعني. انت لو انت عرفت تظبط الاضاءه وكل حاجه وصوت حد بيها بالكاميرا فيكس اللي هي 120 مللي دي, انت وظبطتها كده وعملت ايديت, انت لو وريت لحد ممكن تقول له انها كان هي طالعه من كاميرا وهيصدق يعني. مش تطلع تليفون ده صح. نخش بقى على الالترا وايد. اسينك الالترا وايد برضه كمان. الالترا وايد قول لي حلوه وحشه. لا في الصور ممتازه, في الفيديو بتعاني من نويز في يعني في الفيديو الصبح حلوه, لكن لو برضه هتتحداها في ظروف فيها دايناميك رينج عالي شويه هتلاقي نويز كتير في الشادوز. نفس الكلام برضه في الكاميرا الاساسيه, بس هنا بيبقى اوفر حبتين بقى. فكانت تجربه اجمالا جيد جدا. ادي نفسك الالترا وايد سنسور ايه؟ الالترا وايد انا كنت شايف ان هي سوني اي ام اكس 381, بس مش متاكد من ال 12 10 تمام 10 لا 12 10 ايه اللي انا بقوله. يلا يا باشا 12 خشلنا على السيلفي. استنى يا عم ايه ده. السيلفي خشلنا على السيلفي. تمام السيلفي هي 12 السيلفي 10 تمام 10 50 48 السيلفي 10 السيلفي 10 10 8 ماشي. تجربة السيلفي يمكن دي بتلمس كتير تجربة الحقيقة كان مغلب الناس. تجربة السيلفي كانت يمكن ما اقدرش يعني كانت غريبه شويه. السكين تون بتبقى فيها يعني لو انت مثلا وراك اضاءه والاضاءه مش متظبطه كويس زي اغلب الظروف انت تصور فيها فعليا, فانت تلاقي ان السيلفي طالع ان السكين تون بتاع وشك غريب جدا. يعني ان هو تحس انك بهتان قوي او مثلا بيقلب وشك للون تاني غير لونك الحقيقي. ف لكن لو انت ظبط الاضاءه مثلا انت في وش الشمس هتلاقي السكين تون مظبوطه. لو انت برضو مظبط الاضاءه كانت بقى اضاءه داخليه لومض او كده برضو تلاقيها مظبوطه لو انت مظبطها. لكن اول ما تتحدى حد صغير تلاقي السيلفي خلى الوان غريبه. وبرضو التفاصيل فيها اقل من سامسونج وابل بفرق ملحوظ, خصوصا كمان ان انت لو ان هي هنا الكاميرا الفوكس بتاعها ثابت مش متغير. فانت بتصور صور مش بعيدة عن مثلا اقرب مثلا من 50 سنتي هتلاقي ان وشك مش جوه مجال الفوكس. بتحس ان انت وشك كده عليه زي بلور كده وخلفية هي اللي انفوكس. السؤال السكين تون انت قلته مش مظبوط. سكين تون ايفون ولا بيكسل ولا سامسونج ولا ترتيبا كده بالنسبه لك؟ ترتب 1 2 3 في السيلفي. سيلفي هو صعبه شويه. سامسونج ممكن اكتر واحده متعادله بينهم. ابل مسفر قوي في الاغلب بس برضه بتبقى طالعه بلوك حلو جدا. البيكسل يعني في شمس المواجهه البيكسل احسن واحد فيهم كلهم. بتاع سكنتهم مظبوطه جدا, لو برضه ظبط الاضاءه بتاع سكنتهم مظبوطه جدا. لكن من لما تتحدى الكاميرا هتلاقي ان الايفون والسامسونج بيطلعوا سكين تون احسن من البيكسل, ودي عموما انا هظبط الاضاءه. رتب انت. رتب ايه انت اللي رتب؟ بيكسل ايفون سامسونج سكين تون في السيلفي يعني. طبعا حط سامسونج 3 1. ما شفتش سيلفي كتير, مش في 7 برو قوي, بس ال 6 برو حاسس ان هو كان احسن من ال 6. بس انا بتكلم على المعالجه برضو مش كموبايل. كمعالجه مش عارف يعني, لو بيكسل 6 اظن ان هو كان بيدي لون شويه للجلد. انا ما بحبش التنت اللي هو يبقى طالع واقعي بزياده بزياده. فانا بالنسبه لي ان هو يدي لون خفيف كده يديها, انا بفضل ده اكتر. انا بالنسبه لي سامسونج ايفون
بيكسل 3.1. يعني سامسونج بحس ان هي بتدي خصوصا في الصور والاتش ار كانها مديها فلتر تفتيح على الصوره كلها. هي سكين تون هي اللوك الاسيويين هو الناس بتحبها اللوك الاسيوي. اه والله هي اللوك الاسيوي اللي بيحبوها. ثلاث سنين كمان بيعملوا نفس الحركه. اه ده كده وهي في المود الناتشرال في مود تاني باين بيفتح اكتر يعني. بس انا بالمناسبه عاجبني لوك الاسيوي اكتر. يعني لوك الامريكيين اللي بيعملوا ده ما بحبوش. نعم فعلا هو البيكسل والايفون هم قريبين فعلا من بعض في موضوع السكين تون ده. اه اللوك بتاعهم قريب من بعض. طيب سؤال مهم جدا في الكاميرا. هل الكاميرا سواء كلها بقى عامه انا بتكلم على السوفت وير نفسه كل ما بتطلع الكاميرا وتصور بتطلع حلوه يعني فيها كونسيستنسي ولا ساعات بتضطر تاخد الصوره اكتر من مره تستنى شويه تعدل ما اعرفش ايه ولا لا؟ الحقيقة يا سعاد فعلا مش دايما بتظبط، مش دايما مستقرة. خصوصا لو انت هتصور يعني. هو انا برضو معروف ان الكاميرا الاساسية بتعمل برضو نفس الكلام اللي هو موضوع الكروب سنسور. لما توصل لتو اكس يعني احيانا كتير تلاقي الوان الكاميرا اتغيرت. فتلاقي مثلا انت هتصور صورة 1.9x بقى صورة 2x تلاقي الالوان مختلفة. فهل كل مرة هطلع التليفون هتطلع صورة حلوة؟ في الاغلب اه، لكن احيانا واللي هي احيانا هي نسبه قليله يعني ساعات مش بتظبط معاهم يعني. خد بالك البيكسل بدايته بيكسل 1 و2 ولحد 5 تقريبا 5 ايه الحاجات دي كان هو مشهور بكده. لو انت هتطلع موبايل تصور الصوره دي حلوه. بس هو المشترك بينهم تقريبا كلهم كانوا نفس السنسور ما عدا الوان تقريبا. لا هم اتغيروا كانوا كل جيلين بيتغيروا وكان نفس المواصفات بس كان النوع بيختلف. السنسور الاساسي ولا لا؟ ايوه بس هو كان 360 بس انا حاسس ثابت معاه ده الاول. فاكر حاسس ان من ساعه ما وصلوا لل 6 والحوار ده ما بقاش زي الاول. هم هو اصلا كان في الاول يعني كان في اصلا مشكله مع البيكسل 6 في كاميرا الاساسيه ان هم كان اول سنه استعملوا حساس كبير جدا بالنسبه لهم. انتقلوا من حساس يعني حوالي ضعف الحجم قرب ضعف الحجم ومواصفات مختلفه ومن شكل مختلف تماما. ده كان من ده اللي كان من تون جديد من سامسونج. فكنت تلاقي ان الكاميرا كانت الوانها مش كل مره تطلع مظبوطه او مش كل صوره تطلع زي الثانيه. ده برضو الوايت بالانس تلاقي بيضرب كتير مره من السر مره من البيض. ممكن في نفس المكان تطلع نفس الصوره تلاقي مره من السر مره من البيض. ما كانش في ثبات في التجربه. تقييمك للنايت فوتوغرافي تصوير الليل تمام هنا الحقيقه ممتاز. ممتاز تليفون ممتاز في النايت فوتوغرافي. بتطلع تفاصيل كتيره نويز قليل بيظبط في اغلب الوقت. كان بيظبط السكين تون دي حاجه ممكن غريبه شويه بس لو صور مثلا اشخاص بالكاميرا 1x او 2x هتلاقي ان السكين تون كويسه في الاغلب يعني. طيب السؤال الثاني او الاهم بقى جوجل عادة تتكلم على الفيديو. هل فعلا الفيديو اتحسن او بقى حلو جدا ويقارن بالايفون والكلام ده ولا لا؟ هو اتحسن عن عن الـ عن الـ عن الاجهزة اللي فاتت خصوصا في نقطتين وهما ان التفاصيل بقت اكتر شويه والنويز قل. النويز ده كان مشكله عند جوجل بقالها سنين فهو قل بس ولكن برضه لسه مش زي الايفون. الايفون يعني بيطلع يمكن نفس التفاصيل يمكن اعلى حاجه بسيطه قوي في بعض الظروف ولكن بدون نويز. بنتكلم على الكاميرا الخلفيه بالذات الاساسيه. هنا برضه هتلاقي نويز قليل لكن في حاجه بسيطه. في الايفون ثبات ممتاز انت لو بتحرك او بتجري ممتاز ما لا غبار عليه يعني. طيب والتغير الاوضاع وانت شغال مثلا فكره الفوكس بتغير بالعومه ولا بيروت في الفيديو بين الالترا وايد والوايد بيبقى ناعم. لا مش قصدك العدسات قصدي مثلا انت الفوكس بتغير نفسه يعني مثلا انا بحرك الموبايل كده الفوكس سريع قوي يعني الفوكس مش اللي هو بيبقى ناعم كده يديك يعني اللي هو ايه مش بياخده بسلاسه لا هو بيحسه كده بيبقى طق عارف مرات بيقفل ويفتح يعني مثلا لو انا واقف قدام الكاميرا وبعد كده قربت كده ورجعت تاني هتعمل اللي هي الاحساس اللي هو تحس اللي هو بيرعش ده. لا لا مش بيرعش زمان كان بيحصل حاجه كده. الكلام ده تقريبا بيقلل مع الاضاءات. مش قصدي بيرعش يعني لا مش قصدي بيرعش انا قصدي الفوكس تحس ان هو اكنه قطع وفوكس تاني بيجي لك الفوكس من الاول فاهم. مش بتفيد كده بنعومه اللي هو انت رايح يمين فيفيد معاك فاهم يعني. مش فاهم حاجه انا فاهمك بس في الثاني انا فاهمك
هو الفوتو كان فيه حاجه غلط. لا لا هو قصده ان ان الكاميرا في الفوكس لما يعني لو انت مثلا حطيت حاجه مثلا قدام الكاميرا فجاه، لو قلنا مثلا ان الحاجه دي على بعد مسافه متر مثلا وانت عاوز تظبط الفوكس عليها، فده التليفون مثلا انا عامل الفوكس عند اعلى قيمه، بعدها مراجع تاني عند القيمه بتاعت الحاجه اللي انت بتصورها، هتلاقي مثلا كانه مثلا بقى عامل الفوكس عند 20 سنتي وتوصل مثلا حاجه مثلا على بعد متر. ده اللي كان ساعات بيحصل في بعض الموبايلات اللي كنت قصده عليها. انما الفكره انك تلاقي مثلا في الكاميرات العاديه، الكاميرات بتاعتك تلاقي الفوكس بيتغير بنعومه كده، اللي هو مش بينط، لان هو العدسه بتلف، فاهم؟ فانت العدسه اللي بتلف دي بتلف بنعومه، فهو مش هيعرف يعمل الحركه بتاعت اللي هو يروح يمين وشمال ويرجع بسرعه دي. لا يعني انت لما بتروح بتبعد الحاجه كده، فالحاجه اكنها بقى زي ما انت عينك بتبعد، اكنها بتبعد عن بتاع بهدوء كده زي ما انا بعمل كده، فاهمني؟ فاهم الفكره؟ انا يمكن هو برضه عموما هو الفوكس في كل التليفونات هو برضه جوه عدسه تتحرك، في جوه العدسه بتتحرك فوق وتحت عشان تعرف تظبط الفوكس. ولكن برضه طبعا زي ما انت قلت يعني هو حركه الكاميرا بتبقى يعني صعب ان هو يعمل الحركه دي. لكن هو بعيدا بقى تحكمات للفوكس ما فيش يعني برومود اساسا، يعني بره البرومود برضه مش موجوده. ما جربتش قبل كده في حاجه تانية، او كنت جربت كده في لايت روم، لايت روم شغال. طيب سؤال برضه متاني، هل في البيكسل التصوير بتطبيقات سناب شات انستجرام فيسبوك الحاجات دي مظبوط ولا مش مظبوط؟ في انستجرام مظبوط، في سناب شات محمد مجربتش سناب شات، واتساب لا مش مظبوط، الجودة قليلة، فيسبوك نفس الكلام، انستجرام مظبوط يعني بيستخدم المعالجة نفسها، انستجرام بالظبط بيوصل لنفس مستوى يعني معتمد بالكامل عليه. بالظبط. يمكن انا في الصور لاحظت حاجة ان هو لا، انا هو في الفيديو في الصور لا يعني، بس مش يعني مش صوره، مش عارف في انستغرام كانت بتطلع ازاي على الباقي، بس مش يعني برضو واخده معالجه معقوله يعني اعتمد عليها صح. لكن يعني في الفيديو هي بتاع جوجل، في الصور لا مش اقل شويه من جوجل كاميرا او الستوك كاميرا يعني. ماشي. عندك حاجه تانيه تقولها في الكاميرا؟ يمكن تصوير الفيديو اتطور، لكن برضو لسه اقل من الايفون. الكاميرات في تصوير الصور هي حلوة، ولكن مش البرفكت، مش يعني بتديك لوك كونتراستي زيادة شوية، يمكن دي الحاجة اللي ضايقتني شوية في الكاميرا. السكين تون مش دايما مظبوطة، متقدرش تعتمد عليها في كل ظروف الإضاءة وفي كل الديناميك رينج، فبتبقى صعب انك تعتمد عليها شوية. السؤال برضو مهم جدا قبل ما نختم الكاميرا، حاز كذا حد حاطط البيكسل ورا الايفون ورا سامسونج اس 22 الترا ورا فيفو كمان، في بعض الناس موافقهم ولا مش موافقهم؟ البيكسل هو ك بيكسل 7 برو يعني تحديدا 7 برو ده اللي معايا، هو اجمالا اقل منهم شويه. اجمالا لو احنا هناخد كده تجربه مجمله، تصوير سيلفي كاميرا خلفيه فيديو صور، هو اقل منهم شويه. انت عندك مثلا الايفون هيطلع في اغلب ظروف الاضاءه صوره كويسه، الفيديو نفس الكلام ممتاز. سامسونج عندك تغير في الكاميرات، عندك اربع كاميرات، والتجربه اجمالا برضو ما فيهاش مشكله قوي. في البيكسل لا، تلاقيه اضعف واحد فيهم في الفيديو، في الصور السكين تون مش دايما مظبوطه، اضعف سامسونج السيلفي أضعف بشوية بزاف موضوع النويز بالليل. بالمناسبة برضو في نقطة تانية، من بيكسل وآيفون وسامسونج، سامسونج أقوى سوفت وير كإضافات في السوفت وير، إضافات في السوفت وير بتاعنا حاجة بالكاميرا وبتاع. معلش أنا موضوع المعالج ما خلينيش بعتمد على الستوك، مش مستفيد بالكلام ده. بس هو يا ابني مش فارق، مش فارق كبير والله، مش عارف أنت حنيت لا فارق كبير. أنت لما تجرب التليفون بالذات شاومي او اللي هي احسن شركه عموما تحط لها جوجل كاميرا، تاني فرق كبير، فرق مش قليل خالص يعني. هو مش فرق ان مثلا الكاميرا مثلا الستوك وحشه فهو جوجل كاميرا كويسه، لا هو تحس ان هي مستغله الهاردوير اكتر يعني من جوجل كاميرا مثلا على سامسونج. السيكتور كان معاه الريدمي اكس تي، وكان برضه حاطط جوجل كاميرا على اكس تي، ده كان مخليه
يعني قوي جدا. تليفون تاني كان قوي جدا. كان كنا بنصور مره قاعدين مع بعض وسيلفي اس 21 هو الاكس تي، وكان الاكس تي بالجوجل كاميرا احسن بكتير. هو موضوع جوجل كاميرا على سامسونج اظن فكرني بالشويه الموبايلات الميديا تك، ان هو في نسخ بتشتغل بس ما تحسش ان هي نفس المستوى لما تبقى شغاله على سناب دراجون. هنا ماشي سناب دراجون بس في حاجه غلط في المعالجه، المعالجه مش هي دي جوجل بالكامل. يعني سامسونج بتدخل فيها برضه. ممكن يكون ده له علاقه بقصه ان هو عشان المعالجه تبقى داخله في تطبيقات مثلا بتاعت السوشيال ميديا. طيب الكاميرا كده خزرتك ولا كانت عاديه ولا كانت فوق التوقعات؟ وانا حال ان قلت خزلتني فانا كده الموبايل امامي في زرار دلوقتي بعد كل اللي احنا بنقوله ده. ف يعني اجمالا كده التجربه نقول سريعا، سوفت وير ما فيهوش مزايا كتيره في الكاميرا، ما فيهوش برومود، دي حاجه مهمه جدا لاي مصور بالذات بيعرف بيحب يعدل في الكاميرا وبيحب يظبط الاداء بنفسه. مفهوش برضو بعض المزايا، عندك مثلا السلو موشن اخره 240 فريم. وفي برضو حاجه كمان كانت برضو مش حلوه قوي في الكاميرا، ان في الصور مفهوش سلايدر للاكسبوجر او الاضاءه الكليه للصوره. انت عندك سلايدر للشادوز اللي هي الاماكن الضلمه في الصوره، وسلايدر تاني الاماكن الفاتحه في الصوره دي اللي هي الهايلايتس. لكن صدر اكسبوجر زي بقيه الشركات مش موجود. يمكن هي دي حاجه احترافيه شويه اكتر، لو فعلا كانوا عملوها صح كانت هتبقى حلو جدا. يعني كان المفروض تتحط في بروموت بالظبط، يعني تبقى ضمن البروموت، يعني مش للناس العاديه بالظبط، ان فعلا صعب الناس العاديه ما تعرفش الكلام ده. فانت حتى كمان لو انت مثلا في مكان حبيت ان انت تعدي على جوجل، تعدي عليها وتعلي مثلا هايت شويه او شيرز شويه، تلاقي ان الصوره بتطلع كويس، تجي بقى تعمل لها بروسيس لان الصوره بقت غريبه جدا، بقت شكلها غريب كده، انا مش متظبط على الشكل ده من ال بالظبط. يعني تحس ان هو ايه، ان هو اللي هو ان المعالجه جاهزه انها هتعالج الصوره على الاوتو. فانت عدلتها، فهو حط المعالج الاوتو دي على الصوره المعدله اللي انت عدلت فيها، فالصوره بقت غريبه. ده كان بيحصل كتير معايا يعني. فاكبر الكاميرا انا يمكن اقول انها عاديه. في سلايدر للوايت بالانس اظن كانوا بيضيفوهم بيكسل، مظبوط ده برضو حلو جدا الحقيقه. يمكن دي يعني يمكن دي اللي صدر فيهم الوحيد اللي مظبوط يعني. غير البالانس كويس ولا كانك حاطط فلتر؟ لا مظبوط، وكمان والانتقال فيه واسع، انت مش محكوم مثلا بخمس درجات او بتاع، لا هو واسع قوي، مثلا ممكن تقول 100 درجه مثلا. خليني اقول لك احنا كده انتهينا من الكاميرا. تمام، في حاجة تانية عاوز تقولها حاجة حلوة أو وحشة في البيكسل عموما؟ بيكسل 7 برو؟ أي نقطة كنت حاططها محضرة عاوز تقولها؟ حاجة عاوز احنا كده نشوف، ممكن نكون كنت ضايف حاجة. يمكن يعني ما عنديش حاجة أقولها تانية، أعتقد احنا كده خلصنا كل حاجة. طيب بما إننا خلصنا كل حاجة خليني أسألك شوية أسئلة بس سريعة. على السريع كده. أكتر حاجة عجبتك في الموبايل؟ مفيش. انا حرفيا انا بجلد التليفون مش عاتقه. اكتر حاجه ما عجبتكش في الموبايل او انت متضايق منها جدا؟ الكاميرا. مش عارف اقول الحقيقه بس يمكن مفيش، يمكن عموما التجربه بالنسبه لي يعني تجربه بالنسبه لي عموما عاديه. لو قلنا مفيش حاجه، يمكن اكتر حاجه ضايقتني ان السوفت وير ما فيهوش تخصيصات او الحاجات الموجوده في بس دي حاجه انت كنت عارفها. انا كنت عارف بس انت لقيتها انها زياده عن اللزوم، فاهم؟ لما استعملتها لقيت ان انا كنت فعلا محتاجها، خصوصا مثلا الدول ابس، الفلوتنج ويندو، السبيد ميتر، هوت سبوت ليميت. انت بتكتشف يعني هي صغيره جدا في الاستخدام، بتكتشف ان هي زي مثلا الراجل ده هو بلاك ال لا ال اللي مش عارف لما دي تشد تطبيق مش عارف ايه اللي بيجيله من يمين وبيجيله الشمال. على فكره يعني التحنيجات دي انا هو نقعد كده نتناقش فيها بالليل، نقعد بقى نركز في حاجات صغيره جدا. بس بقى بعيد عن الهزار ده، في حاجات فعلا في الاستخدام اللي هو الحاجه بسيطه جدا انت بتعملها كل يوم بتبقى اتعودت عليها في سوفت وير، وبعد كده انت مش مدرك ايه ده مش موجوده في الناحيه الثانيه، وبعد كده بسيطه جدا.
طيب الموبايل ده لو هنجيبه مصر هيبقى بكام؟ لو هتجيبه حاليا من مصر او من مصر الناس اللي بتبيعه بيلعب يعني مثلا ال 128 تلاقيه بيبدأ اللي هو جديد بيبدأ من 24,000 عندك لحد 512 حوالي 34,000. وانت شايف ب 24,000 مثلا بتاع المبدأ ده تديله ان هو ممتاز للشراء ولا مش ممتاز و ولا لا؟ دي عموما تفضيلات يعني. انت في الفئة دي بقى انت عندك في أجهزة في حوالي 5 أجهزة محترمين انت في الفئة دي في مصر عندك ال 13 برو ماكس وال 13 العادي ب 21 22,000 والسامسونج اس 22 بلس الالترا كمان الالترا هو اللي فوق ال 30 بس هو أو في محلات ارخص من كده في محلات ارخص كتيرة بس هي لا ما اظن الاس 22 بلس هو دلوقتي اللي في 25. بص انا يعني ما تبصش على سعر الصافي عندك لا انا بكلمك في المحلات في المحلات انا اظن الاس 22 بلس هو دلوقتي اللي في 25 مش ال من 24 22 لحد 25 معناه ان كده ال 7 برو لو ب 25 هو كده بسعر موازي شويه للسعر بره شويه. بس خد بالك ال 7 العادي برضه ال 7 العادي 17 18 وده سعر ممتاز جدا للفلاج شيب. هو الحقيقه يعني هو سعر البيكسل 7 برو او البيكسل 7 يعني خلينا كده اقول لك كده عن البيكسل 7 هو فاته صعب حد نفسه. انت بتتكلم على $600 لو بره مصر وبيتعمل عليك عن اوفر كتير $500 حاليا في البلاك فرايداي. احنا حاليا النهارده 29 نوفمبر خلاص هو كانت سايبر مانداي كان امبارح بس هو لسه ساعات بيعمله برضه بس عروض حتى في شهر 12 دي فلاج شيب كده عند الشركات يعني انت ب $500 تجيب من ابل ايفون 11 اللي هو جهاز داخل في 4 سنين. فالبيكسل 7 صفقه ممتازه. 7 برو $900 هو برضو ارخص من بقيه التليفونات التانية هو اقل شويه منهم وده برضو باين ان هم يعني مقللين في نوع الشاشه المعالج برضو نوع اقل شويه في بعض الحاجات دي لكن متعوضه السوفت وير مستغله مستغله اكتر في السوفت وير. طيب لو هترجع بيك الزمن لو هيرجع بيك الزمن هتشتري البيكسل 7 برو تاني ولا هتشتري حاجه تانيه؟ هو اختيار صعب ولكن في وقت ما اشتريت البيكسل 7 برو كان يعني لو انا حاليا بمعرفتي دي ورجعت شهر ونص ورا كنت هجيب يا بيكسل 7 برو يا ايفون 14 برو ما مش هطلع براهم يعني. انت ليه ما حبيتش تجرب فيفو وتبقى فكرت فكرت بس مشكلتي مع فيفو في السكين تون سكين توم بتاعتها بتطلع صيني جدا لو انت لو انت تحس انك وشك كده بامبي كده وممسوح فقلت لا انا سكين توم وحشه فاصلا بحب التوش يعني بالنسبه لي البورتريه بتاعت فيفو لما حد بيبقى ناشرها تلاقي الصوره كلها مثلا او مش البورتريه الصوره العاديه وحد بيصور الصوره كلها تفاصيل ما عدا وشه وشه تلاقي يعني اللبس الموضوع غريب مش باين تحس مستوى مثلا كاميرا الوش ده يعني طب ازاي طيب الموضوع ده كان موضوع غريب فقلت لا فاكس فيه قلت له ايه صندوق جامد جندل يمكن حاليا بعد الاكس 90 برو بلس فكرت شويه في الـ في الـ في الـ في الجهاز ده خصوصا كمان ان انا زي ما قلت لك انا اهم حاجه عندي تليفونه والجهاز ده جايب تليفون سواء بس هو اي شركه تحط برو بلس مع بعض دي ما بحبهاش يعني كلام كبير قوي 14 برو ماكس لا بس يعني على حسب برو ماكس لايقه بس برو بلس دي بحسها مش لايقه غريبه شويه معناها عادي يعني هي ايه بس ما اعرفش اول ما طلعت كانت الناس كانوا فاكرينه تريقه برو بلس يعني في عندنا ريدمي نوت 11 برو بلس 5G ف وانا قعدت مش عارف حقيقه هشتريه بس ممكن يا ايفون 14 برو يا بيكسل 7 برو. طيب لكن ما اقدرش احكم بالظبط انا وقتها هشتريه. خلينا الخص لك برضو الحوار البيكسل 7 برو والبيكسل 7 العادي حتى الجامد فيهم قوي ان سعرهم حلو قوي حقيقة. يعني انت بتاخد حاجات زي ما انت قلت انت عمال تقول عادي 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 بس انت بتتكلم مقارنه بالاس 22 الترا والايفون 14 برو والبرو ماكس اللي هم اعلى حاجات وهو لو انت هتروح بقى في بلد زي امريكا ولا هتروح في بلد زي الامارات ولا مش عارف ايه دول هتلاقي نفس سعرهم التاني ده اقل 100 200 و $300 كمان منهم وبتعمل عليه عروض
وطبعا البيكسل 7 العادي اقل بكتير. وكمان هنا في مصر حتى لو انت هتشتري الموبايل من هنا سعره دلوقتي برضه رخيص، 24000 و17 18000، وممكن تعلى شويه لو انت هتعلي المساحه. فالسعر قاتل يعني، السعر انت هتحس ان هو السعر حاجه قويه جدا انت تشتري عشانها، هتاخد تجربه فلاج شيب بس داون جريد حاجه بسيطه في حاجات كتير. بالظبط بس اللي هو الداون جريد ده انت عمال تقول عادي ده عشان انت عمال تقارنه بين اعلى حاجه بالظبط، ماشي، انما هو لسه موبايل قوي بالسعر ده. ولسه مبقاوي جدا. ولكن السوفت وير مثلا دي انا اشوف انها هتلعب حاجه مهمه جدا للناس اللي متعوده مثلا على هواوي على سامسونج على شاومي على الحاجات دي. لا انت اصلا الناس بالمناسبه يعني الناس اللي متعوده على هواوي وشاومي مثلا لما بتروح سامسونج بتقول لك ده ناقص حاجات كتير ماشي هو يمكن يعني اغلب المستخدمين يعني كل المستخدمين البيكسل اغلبهم جايين من تليفونات تانية اللي هي بواجهات معدلة. يعني في فعلا يعني في يعني انت مثلا اللي كان جاي من سامسونج، اللي كان جاي من شاومي، اللي كان جاي من هواوي، ابل، محدش اشتكى قوي من موضوع ان الواجهة فاضية شوية مفيش مميزات كتيرة، يمكن ما عدا قلة، لكن اغلب الناس عموما راضية ان هي ان الواجهة ما فيهاش كل المميزات بتاعت بس انا اشوف برضو الواجهات المعدلة. ان لنسبه كبيره من الناس دي هتضايقهم لنسبه كبيره. ولكن الناس مثلا اصلا اللي في الفئه دي ما عندهاش مشكله تشتري ايفون، والايفون هو في السوفت وير يعني تعقيداته و الكم التخصيص اللي فيه اقل اصلا كمان من البكسل. في شويه حاجات حلوه ولطيفه وبتاع بس هو بيبقى كمان اقل من البكسل. فلو ما عندوش مشكله يشتري ايفون ما عندوش مشكله يشتري بكسل، والبكسل هيبقى ارخص وهيديك بقى انفتاح الاندرويد وشويه مميزات الاندرويد وخدمات جوجل الافضل بالمناسبه يعني، يعني انتجريتد اكتر. دي التجربه. حاجه تضيفها اخيره؟ ما فيش حاجة حقيقة أضيفها أخيرة. عاوز أضيف حاجة أخيرة على تجربة الراجل ده؟ هو فعلا يعني من الكلام أحس إن هو ممكن بيكسل 7 العادي هو أقوى صح؟ الصفقة، لأن بالظبط فعلا. الكاميرا الأساسية مثلا الكاميرا الأساسية لو هي في العادية زي البرو هي نفس السنسور ومحطوط نفس المعالجة، فمثلا تقارن مثلا هو $600 أو $500 تقارن بالإس 22 أظن إن هو أغلى حاجة بسيطة مثلا $50 أو حاجة، هتلاقي إن هو هيتسد وممكن تبقى أحسن في ظروف وظروف تانية لأ. يعني حلو ان الكاميرا مبالغ لما انه كاميرا احسن، وده بالسامسونج ممكن برضو باقي الشركات تلاقي ان هي احسن واحسن كمان. هو اظن مثلا لو هحطه مع الايفون 14 العادي والايفون 14 العادي طبعا في مصر هنا طبعا كده اغلى بكتير يعني، بس انا احسن في قصه في حاجه مثلا زي الدايناميك رينج اظن يعني بس ال 14 العادي كمان ما فيهوش، مشكله هي العادي ما فيهوش تليفوتو ولا فيه؟ ال 14 العادي لا ال 7 العادي ما فيهوش تليفوتو، ما فيهوش تليفوتو بس بيكروب البتاع بيكروب 2 اكس. بيكروب 2 اكس ما هتبقى نفس فكره برضه الايفون ما فيهوش التليفوتو، امال كان فيه وايد انجل بس شبه بعض يعني. انا البيكسل 7 العادي كنت شفت له كذا كذا مقارنه الكاميرات كان بيسد مع الاس 22 في زوم، وده موضوع غريب يعني الاس 22 اصلا في كاميرا تليفوتو بيكسل ما فيهوش، مع ذلك موضوع السوبر ريز وال2 اكس كروب كان بيسد يعني. يمكن بعد ال10 اكس طبعا سامسونج احسن، ولكن من اول 1 لحد 7 اكس اللي هو اقصى حاجه للبيكسل كان البيكسل في الاغلب بيبقى احسن يعني. والتفاصيل اظن احسن، بس كنت شفتها كانت مقارنه بين البيكسل 6 والاس 22 كان لما تيجي تعمل كروب بقى على الصوره نفسها تلاقي ان هو يعني مفيش حد هيعمل كروب طبعا هو اللي كمله عادي مفيش حد هيعمل كروب طبعا بكل الكميه دي، بس يعني بيكسل بيبقى جايب تفاصيل اكتر شويه. بس يعني اختلاف طريقه معالجه. انت شايف ملخص كلام يعني ان انت شايف ان البيكسل 7 هو القاتل الاكتر؟ اه العادي هو نفس الكلام برضه اظن على البيكسل 6 ان هو نسخه كان العاديه قوي كل سنه كذا حد فعلا بيقول فعلا قوي النسخه العاديه هي الصفقه. يمكن انا شايف عيب شويه عند جوجل مش عارفه تخلي النسخه البرو صفقه اقوى للشراء، بس ده في نفس الوقت هي يعني مش عارف في جوجل هي دي حاجه اللي هي سامسونج بتخلي النسخ التانيه بتضحي فيها اكتر، وقابل برضه بتخليهم بضحيها اكتر يعني عشان تزوق الناس. بالنسبه لسامسونج فيها خلاص داخله على الاف اي يعني ينزل سنه كمان كده خلاص ده اف اي يعني اصلا فلاج شيب كده. يعني في البيكسل انت مثلا تنتقل من البيكسل 7 ل 7 برو هتزود $300، كل ده تاخده ايه؟ كاميرا تليفوتو
وشاشة بدقة وصوت أعلى ونوع أحسن. بس على عكس الناحية التانية سامسونج لما تزود من الاس 22 بلس للاس 22 الترا تلاقي في فروق كبيرة. في فروق كبير. الشاشة بقى والزوم نفس الفكرة والقلم. برضه مع دلوقتي الايفون 14 وال14 برو بقى ده فيه معالج اساسا مختلف بس دي اظن على السنة دي بس، يعني عشان دي بس السنة كده عشان الجاية هرجع تاني مظبوط. السنة دي عشان بس موضوع أزمة الشيبات والتضخم ومش عارف إيه الكلام ده، عشان يظبطوا السعر عملوا كده. بس كمان حتى قبل كده برضو كان برضو في فرق، الشاشة أصلا في فرق محترم، الكاميرات بس في كان فرق، بيبقى فرق اقل شويه يعني، هو هي الفرق بيصدقوا. قاعد يكبر يعني. كان ال 11 كان في 11 عادي، كان كان فرق كبير. 12، لا ال 11 الفرق كان فرق كبير. ال الشاشه 12 كان ظبط كله اوليد صح؟ 12 كان اوليد، كان اولد. كله اوليد، وكان فرق اقل شويه في الكاميرات صح؟ الكاميرات كانت هي ما عدا برو ماكس، برو ماكس كان بدأ لا بس اضعف. كان في فرق. الايفون 12 ميني و12 العادي فيهم كاميرتين بس. ايوه قصدي على 12 كاميرا ثالثه ما في واللايدر. حاجه. لا وفي حاجه برضه كمان، ان ال 12 برو ماكس كان فيه حساس اكبر من 12 برو العادي، دي ايوه كاميرا اساسيه. بس ده كده بس برو ماكس. ولا كان 13؟ لا لا ده ال كان في 12 12. وبعد كده 13 نفس القصه برضه صح؟ لا لا ولا في ساعتين برو والبرو ماكس كانوا زي بعض؟ كانوا زي سلسله بعض. برو ماكس في 12 برو ماكس هما اللي استخدموه بعد كده بقى في ال 13 برو، 13 العادي اظن. فالمهم كان في فرق، كان في فروقات. هنا هي حاجة حلوة للمستخدمين، البيكسل 7 سعره ده قوي وقريب من البيكسل 7 برو، بس يعني مش حلوة لجوجل يعني. بس برضه هقول لك على حاجه، يعني سعر البيكسل 7 هو ب 600 دولار، مقارنه ببدايه خط الفلاجشيب في كل شركه، فهو ارخص بينهم كلهم من 200 ل 300 دولار. فجوجل بقى لما تحب يعني تحط تاني مثلا فيها 900 دولار، الفرق بينه وبين البيكس يعني البيكسل 7 برو، الفرق بينه وبين البيكسل 7 الفرق كبير في السعر. ولكن لما اقارن بقى 7 برو مع بقيه الفلاجشيب اللي هي من نفس فئاته اللي هي البرو، ايفون 14 برو، سامسونج اس 22 الترا، طب ان هو ارخص منهم. فهو يعني جوجل حطت البيكسل 7 برو في مكان وحش قدام البيكسل 7، ولكن قدام منافسين فهو في مكان كويس جدا. سعر 900 دولار، ما حدش ما فيش ما فيش فلاجشيب كامل يعني او شبه كامل ارخص منه. السؤال ليك، ال 7 العادي ولا شاومي 11 12 تي؟ لا برو سلسلة التي كده كده بالنسبة لي يعني عشان هي مش بترش. مميزة. انا ما مقتنعش بيها من اول ال 11 حتى التنسي كان مشكلته طبعا ان هو اي بي اس حتى بقى بي اس نضيف زي الاوليد. ال 11 تي اصلا التجربة الجهاز نفسه ما بقاش كان بيحاول ريدمي يبقى صح؟ فلاج شيب. كان يعني مسكته في الفرع انا حاسس فعلا ماسك موبايل غاص، الفريم ما بطل بدل ما يبقى معدن على ابو بلاستيك او ما اعرفش ايه يعني. 12 هل تي مثلا تفتكر؟ اظن بلاستيك برضه يعني، ما شفتش خطوط الانتينا في الصور طيب فاظن في ناس كانت بلاستيك. بتقول الكاميرات مش حلوة، معرفش هي 200 ميجا بكسل بس هو انا شفت المقارنه 200 ميجا بكسل بينه وبين 12 اس الترا، حسيت ان هو لا هو بيسد شويه ما اعرفش ازاي، بس ده في الصور العاديه نايت مود وكده، مش صور اشخاص. اظن الاشخاص ممكن الموضوع يختلف شويه. بس بس هو انا كمان ال 12 برو اصلا بتاع شاومي بقى الفلاج شيب هو تقريبا بيتباع بقى 18 سواء ولا ايه اظن صح؟ في مصر اظن في مكان لو انت حاطه قدامك برضه تشتري مين؟ وانت فعلا شاومي؟ هو انا ما اضمنش ان انا هقدر ان انا اتاقلم مع خام دلوقتي كاستخدامي دلوقتي، طبعا استخدامي بيتغير كل شويه، وحته ان انا عارف ان انا شويه التفاصيل اللي في الكاميرا دي برضه هتفرق معايا زي ما فرق معايا في سامسونج برضه شويه تفاصيل. فانا في شاومي انا كده كده ضامن، او 12 برو اصلا بقى، فكده ضامن ان في نسخ جوجل كاميرا اكتر هقدر اجربها، اقدر اظبط السيتنج زي ما انا كنت متعود في مي 9 وطلع نتائج لا هتشتري تكاد 12 برو تقارن. يعني؟ ده بالنسبه لي حاليا ما حدش هياخد القرار ده صح؟ بس صعب شوية. بس يعني هو اصلا ما حدش بيجيب فلاجشيب عشان ينزل جوجل كاميرا بصراحه، بس انا ما يعني بدقق بالزياده برضو. طيب حد عاوز كلمة أخيرة ولا نختم؟ نختم نختم عشان احنا كده عندك حاجة بتقولها؟ لا احنا كده مش عدينا الفلوس جت، فاحنا كده يعني كده احنا كده عدينا الدنيا كلها. ده كان ريفيو بودكاست لل 7 برو بس كده. هنكون موجودين ايه فينا يا جدعان؟ لو لسه حد مكمل لحد دلوقتي برضه، عشان احنا المره اللي فاتت قلنا الكلام ده وفي بتاع اتنين تلاته كملوا، تعملوا لايك ماشي، وهتلاقوا البودكاست ده في كل مكان على البودكاست. يعني بالمناسبه انت وصلت لحد هنا اكيد مش عارف انت هتكون بتتفرج فيديو ولا هتكون بتسمعه بقى، بس هو موجود. لو انت بتسمع هو موجود على اليوتيوب، ولو انت بتشوف هو موجود على
على حاجه جوجل بودكاست، ابل بودكاست، مش عارف اي بودكاست عندك هتلاقيها فيها وبس كده. يلا باي، سلام عليكم.